أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، ونتوكل على الله ونبتدئ محاضرات الفسيولوجي لمساندة الأطفال المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة الثالثة في الجاسترو انترنال تراكت، وهي تختص بالجاستريك سيكريشن اند جاستريك أسيدي، يعني الاستومك. وكعادتنا بنحب نبتدي بال multiple choice questions، فهنبتدي بال multiple choice question. وقلنا عشان خاطر تبقى الامتحان بنثري اكثر، فبعض الامتحانات بنحب نجيبها choose the incorrect answer، عشان يبقى فيه 3 اسئلة صح واحدة غلط، فيبقى السؤال تقريبا يعادل 3 أسئلة، فكأن الخمس أسئلة ب15 سؤال. فنتوقع أن نبتدئ regarding salivary secretion. هل هو اختار الخطأ؟ هل هو acidic secretion؟ قلنا لا، هو بيبقى neutral or alkaline عشان خاطر ما يدوبش الكالسيوم اللي في الأسنان، فacidic دي خطأ. هل ال parasympathetic stimulation decreases salivary content of potassium؟ إجابة صحيحة. ليه؟ لأنه قلنا الparasympathetic stimulation بتزود الflow of saliva، وعليه ما يبقاش في وقت كافي إن إحنا ناخد صوديوم كلورايد ونحط بوتاسيوم، ما فيش وقت نحط بوتاسيوم، فهيبقى نسبة البوتاسيوم في salivary secretion قليلة. طب هل saliva is hypotonic؟ أيوة، ما إحنا قلنا الألدوستيرون بيشيل الصوديوم كلورايد، وقلنا إن نسبة الصوديوم كلورايد في saliva 1/10 بتبقى عش الصوديوم كلورايد اللي موجود في البلازما. هل السلايفا كونتينز تايلين؟ إجابة صحيحة طبعا، فيها تايلين اللي هو الالفا سليفري أميليز اللي هو مهم للدايجيشن بتاع الستارش، فيبقى عليه الإجابة الخطأ في السؤال الأول هي نمرة A. طيب السؤال الثاني regarding submandibular salivary gland، هل هي the source of most of salivary secretion؟ إجابة صحيحة، لأنها تمثل 70% من السلايفا بتطلع من submandibular salivary gland. هل هي contain serous and mucous cells؟ صح، لأن قلنا الباروتيد اللي هي أبعد واحدة لازم السكريشن بتاعها يبقى مائي عشان يوصل بسهولة، فدي تبقى serous، بينما السبلينجوال والبكة اللي هي أقرب salivary glands فبيبقى معظمها mucous. السبمانديبولار في النص تبقى سيروس اند ميوكس. هل هي تي سبلايد باي العصب التاسع اللي هو الجلوسوفارينجيال؟ لا، هي سبلايد بالفيشيا السابع. طيب بنأسف على انقطاع التيار والأصل الانترنت ونستأنف. وبعدين يبقى سي هي الإجابة الخطأ، وبعدين تي سبلايد باي تي 3 تي T1 و T آسف اللي هو thoracic 1 و thoracic 2 sympathetic، دي طبعا إجابة صحيحة، وعليه في نمرة 2 الإجابة الخطأ هتبقى إن هي supplied بالglossopharyngeal، هي supplied بالفيشر عن طريق الكوردا تيمبري، يبقى C هي الخطأ. regarding the unconditioned reflexes causing salivary secretion، هل هي inborn؟ صح، السنتر هو cerebral cortex. لا غلط، center cerebral cortex حالة الcondition. receptors inside the gastrointestinal tract صح، do not need training صح، لانها انبور ما مش عاوزة نتمرن عليها. وزي ما قلنا السؤال ده اولاد كأنك بتقارن الانكونديشن بالكونديشن، يعني مثلا لو خدنا الكونديشن اللي هو مش السؤال، فدي اكواير مش انبور، السنتر هو السيبا كورتكس والريسبتورز اوتسايد ذا جات ونيد تريننج، يبقى السؤال حتى علمك الفرق بين الانكونديشن والكونديشن. طيب السؤال الرابع، salivary secretion can be produced by stimulation of afferent fibers of trigeminal، طبعا trigeminal nerve ده متصل بال thermal والtactile receptors in the mouth، facial nerve طبعا ده متصل بال taste receptors in the mouth، oculomotor nerve غلط، لو كان قال لي optic كانت تبقى صح، لان رؤيه الاكل ممكن تزود saliva، يبقى الرؤية دي عاوزة الأوبتيك نيرف، الأوكيلوموتور ده الموتور نيرف، الموتور ده مش أفرنت خالص، ده الموتور هاي. وبعدين فيجاس نيرف صح، قلنا الإريتيشن أوف ذا لور بارت أوف ذا إسوفيجاس
والأبر بارت اوف ذا انتستين والستومك عن طريق الفيجاس بتطلع سلايفا. يبقى الإجابة الخطأ هنا هي سي اللي هي الأوكلوموتور. Regarding salivary secretion increased by stimulation of touch and thermal mouth receptors, طبعا هنا صح ان التاتش والثيرمال ريسبتورز في الماوس لو عملت لهم ستيميليشن بتطلع سلايفا وشرحناها ليه في المحاضره. It starts by nervous then completed by hormonal mechanism, دي الغلط. قلنا كل الافرازات بتبتدي nervous وتنتهي هرمونال ما عدا السليبر سيكريشن, لان الاكل بيقعد فتره وجيزه جدا في الماوث فلازم طلوع السلايفا يبقى بميكانيزم سريع جدا, فلازم انيرفس اونلي مفيش هرمون. يبقى دي الاجابه الخطا. هل الكونتينز ايمونوجلوبولينز ايه؟ طبعا اللي هي السكريتور ايمونوجلوبولينز. هل فيها بايكربونات وبروتين بافرز؟ طبعا مهم. تاني وظيفه ليها كانت بافر. وعليه الانسرز يا اولاد هتبقى كالاتي. السؤال الاول هيبقى A for alpha, الثاني C for cat, الثالث B for baby, الرابع C for cat, الخامس B for baby. يبقى كده خلصنا الامتحان وهنبتدي الجاستريك سيكريشن اند اسيتي. ده موضوع لاب مهم جدا لانه يعني متداخل الجاستريك سيكريشن من اهم الحاجات اللي فيه الهيدروكلوريك اسيد, وده بيؤدي لظاهر يعني بيؤدي الى ظاهرتين مهمين جدا. ان ممكن واحد يجيله بيبتيك ألسر, دي حاجه يعني قرحه معديه, وممكن يحصل له ريفلكس يعني ارتجاع ويحس بحرقان في اللور اند اوف ذا اسوفيجس. فده حتى حاجه بيعاني منها الالام حتى يقول لك في فم المعده حاجه مهمه جدا. فالنهارده هندرس موضوعات مهمه جدا في الطب يا اولاد. فنتوكل على الله ونبتدئ, وزي ما قلت هحاول بقى الحقيقه ابقى في عجاله اكتر واكرر اقل, ويبقى انت عيد الفيديو او دو ماي بيست, وان كان الحقيقه بحب اتاكد المعلومه وصلت كويس. فنتوكل على الله. فالستومك الاول دي بدايه ستومك اهي فيها يعني كارثة اسمها هيدروكلوريك أسيد, ثور هائج اسمه هيدروكلوريك أسيد, very strong acid, بيخلي الـ pH في المعدة تخيل highly acidic. الـ pH في المعدة بتبقى واحد فقط يعني very highly acidic. وعليه تعالى بقى نشوف هذا الثور الهائج بنحاول نضعفه بكل طريقة ممكنة. فالـ كارديا جلاندز اللي موجودة عند الكارديا بتاعة الستومك بتطلع ميوكس, الميوكس ده بفر. طب الجلاندز عند البيلورس برضو بتطلع ميوكس اللي هي عاملها باللون الأزرق. يبقى محوطينه من الفتحتين, هنا ميوكس وهنا ميوكس. تعال بقى ناخد حاجة اسمها جاستريك سيكريتوري يونت. الأول عاوز نتفق ان في حاجة اسمها جاستريك بيت يعني انخفاض او نقرة. فالجاستريك سيكريتوري يونتس بتفتح كذا يونتس بتفتح عند الجاستريك بيت. كل جاستريك سيكريتوري يونت اللي انا بشاور عليها دلوقتي بالليزر فيها اربعه انواع من الخلايا. ده سؤال مسكيو مهم جدا. فيها بارايتال يعني جداري او اوكزنتيك سيلز. اوكزنتيك في اللغه بقولها للزملاء الاصغر سنا معناها حامضي, لانك لو عرفت ان اوكزنتيك يعني حامضي يبقى خلصت. يبقى هتطلع ايه؟ بتطلع ال HCL وبتطلع ال intrinsic factor اللي خدناه في سنة أولى اللي كان مهم لامتصاص ال extrinsic factor اللي هو ال B12. خلاص؟ وهو يبقى لون الاسم مع بعض, يبقى ال parietal or oxyntic cells, oxyntic يعني حامضي, يبقى هتطلع ال hydrochloric acid, الأسيد وال intrinsic factor. دي أول خلية, عد معايا. الخلية الثانية اسمها chief يعني أساسية أو peptic او زايموجين سيلز, من اسمها البيبتيك, فدي اللي بتطلع البيبس. النهارده البث بينقطع بس هنعمل ايه يا اولاد, ربنا يسهل باذن الله. انا بقول الشيء لزوم الشيء, يعني ليه ربنا حط البارايتال سيلز اللي بتطلع الاتش سي ال جنب البيبتيك سيل اللي بتطلع البيبسينوجين؟ لان الاتش سي ال هو اللي بياكتيفيت البيبسينوجين لبيبسين
دي نمره واحد، وبيدي الاوبتيمم، الاوبتيمم بي اتش فور بيبسين. ده سؤال مهم جدا. من ضمن الانزيمات القليله جدا اللي بتشتغل في وسط اسيديك هي البيبسين. فمين بياكتيفيت البيبسينوجين لبيبسين ويدي الاوبتيمم بي اتش فور بيبسين؟ الال سي ال. عشان كده بقول الشيء لزوم الشيء. عشان كده ربنا حط البارايتال او اكزنتيك سيلز اللي بتطلع ال سي ال جنب التشيف او بيبتيك سيلز اللي بتطلع البيبسينوجين. طيب بعد كده يبقى عد معايا، يبقى في بارايتال سيلز نمره واحد، بيبتيك سيلز نمره اثنين، في عندي نيك سيل وسيرفيس ابيثيليال سيلز. هاتان الاثنتان بيطلعوا ميوكس يا اولاد، دول لون الازرق اهو. بس تعال فكر معايا بذكاء كده، انا فاكر ان واحده بتطلع سوليبل ميوكس والتانية بتطلع ان سوليبل ميوكس. فتعال نفكر، السيرفيس ابيثيليال سيلز بتطلع ان سوليبل ميوكس لا يذوب عشان يلتصق بالسيرفيس وبالتالي يحمي السيرفيس من الاتش سي ال. بينما النك سيلز اللي هي موجوده عند النك بتطلع سوليبل ميوكس. عارف ليه؟ فكر معايا، لانها لو كانت انسوليبل انسوليبل ما بتدوبش، يبقى هتقفل النك، يبقى هتمنع الحاجات اللي جايه من الجلاند. فعشان كده النك سيلز طلع سوليبل حتى لا تنغلق النك عشان يستمر تدفق السكريشن. انما السيرفيس ابيثيليوم المصلحه انها تطلع انسوليبل ميوكس عشان يلتصق بالميوكوزا ويحميها. يبقى دول الاربع خلايا اللي بيطلعوا من اللي موجودين في الجاستريك سيكريتوري يونت. البارايتال اوروجينتيك بتطلع اتش ال وانترنسيك فاكتور، التشيف او البيبتيك بتطلع البيبسينوجين، وقلنا الشيء لزوم الشيء. وبعدين الخليه الثالثه والرابعه بيطلعوا ميوكس. النيك بتطلع سوليبل عشان ما يقفلش النيك، السيرفيس بتطلع انسوليبل. ولا تنسى ان الكارديو والبايلوراس بيطلعوا ميوكس. يعني واضح ان الاتش ال ده احنا خايفين منه فمحوطينه بميوكس عشان خاطر يعني ده فيري سترونج اسيد ممكن يدمج الاستومك. طيب ننتقل للجزء الثاني بقى اللي هو الجاستريك سيكريشن. الجاستريك سيكريشن 2.5 لتر بير داي. احب اقارن، كان السلايفا 1.5 لتر بير داي، ده 2.5 لتر بير داي. بي اتش كان هناك قلنا نيوترال اور الكالاين عشان ما يدوبش الكالسيوم، انما هنا هايلي اسيديك، واحد بي اتش واحد هايلي اسيديك. فاهم ليه؟ عشان الاكل اللي بناكله ده غير معقم، كان كل وجبه مفروض تجيب لنا مرض. يبقى اول حاجه نعملها لما الاكل يستقر في المعده نقوم بتعقيمه كيميائيا بواسطه الهيدروكلوريك اسيد، فيري سترونج اسيد، عشان كده البي اتش واحد. طب نيجي الكونتنتس نفكر فيها بهدوء. احنا قلنا البارايتال اوروجينتيك سيلز بتطلع اتش سي ال وانترنسيك فاكتور اهي. طب والتشيف اور بيبتيك سيل من اسمها بتطلع بيبسينوجين، وفي انزيمات تانية غير البيبسينوجين بس ده اهمهم البيبسينوجين اللي بيشتغل على البروتين. في عندي جاستريك لايبيز بيشتغل على الشورت تشين فات، وده ملوش قيمه لان قلت يا اولاد انه مين اهم عصاره للهضم، اوعوا تنسوها، بعيدها مرارا وتكرارا، اللي هو البانكرياتيك سيكريشن. لما قلت في الخمس عصارات اللي بتطلع من الجهاز الهضمي، السليفري والعصاره المعديه والمعويه والبانكرياتيك والمراريه، اهم واحده هي البانكرياتيك. ممكن تعمل الدايجيشن، شوف بعيدها كل محاضره فروم اي تو زد من الالف الى الياء بلغتنا العربيه. فالجاستريك لايبيز ده ملوش قيمه مقارنه بالبنكرياتيك لايبيز. الجيلاتينيز بيشتغل على الجيلاتين. طيب لا تنسى الميوكس، اوعى تنسى من ضمن الكونتنتس ميوكس، ده احنا عندنا خليتين بيطلعوا ميوكس، السيرفس ابيثيليال سيلز والنيك سيلز، ده زائد الكاردا والبايلورس، يبقى في ميوكس. وبعدين في ووتر والكترولايتس. الالكترولايتس هنا اللي هي الصوديوم كلورايد اند بوتاسيوم. يبقى دي مكونات الجاستريك سكريشن، دي نقاط تصلح تيجي لك في الام اس كيو. 2.5 لتر بير داي، البي اتش هايلي اسيديك واحد، والكونتنتس تستنتجها. فكر في الاربع خلايا بتوع الجاستريك سكريتوري يونت. البارايتال اوروجينتيك سيلز كانت بتطلع اتش سي ال وانترنسيك، التشيف اور بيبتيك سيلز من اسمها بتطلع بيبسينوجين، والنيك سيل والسيرفس ابسيليوم بيطلعوا ميوكس. اللي عند النيك عشان ما يقفلش النيك سوليبل بتاع السيرفس ابسيليوم بيبقى ان
soluble. ولا تنسى ان في ووتر والكترولايتس زي الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم. مش هنعيد بقى يا اولاد، انت بعيد الفيديو عشان عاوزين نتقدم بكميه كبيره باذن الله. طيب ننتقل الجزء الاول في المحاضره بيتكلم على السكريشن. فواحد من اشهر السكريشن اللي هو الميكانيزم اوف سليبري سكريشن، ده قلنا اسف ده المحاضره الماضيه. احنا النهارده ميكانيزم اوف جاستريك سكريشن. وعاوز اقول لك حاجه، انت عندك الاسئله في الدايجيشن معروفه جدا، بيجي سؤال اهم سؤال خاص بالهرمون كان في المحاضره الاولى، وبعدين الميكانيزم اوف سكريشن كلها مهمه، السليبري والجاستريك والبنكرياتيك والبايل، يمكن اللي مش مهمه اللي هي الانتستاين سكريشن. يبقى في أربعة من خمسة مهمين، وأهمهم الجاستريك سكريشن. هتسألني ليه؟ لأن احنا بندرس الفيسيولوجي عشان نعرف الأمراض، احنا شغالين أطباء. فالجاستريك سكريشن بيتسبب في ظاهرتين مهمين جدا لو زاد الـ HCL اللي هي القرحة المعدية والارتجاع بيبتيك ألسر ريفلاكس، عشان كده ده أهمهم على الإطلاق. أنا عاوز أقولها لك بطريقة لطيفة لا تنسى، فأنا بقولها بالوضع الآتي يا ولد، جملة مش هننساها، اسمعها بقى بعربياتنا. الأكل قبل أن يصل للمعدة وفي أثناء تواجده في المعدة وبعد أن يترك المعدة يؤثر في الجاستريك سكريشن. وعليه يا ولد we have three stages. الأكل قبل أن يصل للمعدة وهو في منطقة الرأس لسه في الفم، يعني في منطقة الرأس، عشان كده يسموه سيفاليك فيز. هذا السيفاليك فيز بيطلع 1/3 of gastric secretion كنوع من أنواع الاستعداد. يعني الأكل هو لسه في فمك بيزود gastric secretion بس التلت. طبعا stage 2 لما استقر في المعدة أثناء وجوده في المعدة يبقى يسموه gastric فيز، وده الأهم بقى، الأكل في المعدة، فده يطلع معظم السكريشن اللي هو 2/3 of gastric secretion. طب فكر بذكاء، طب الاكل بعد ان يترك المعده، طب خلاص ساب المعده يبقى نطلع عليه gastric secretion. عشان كده يا اولاد الانتستاينال فيز موستلي انهبيتوري، اوعى تنسى الانتستاينال فيز انهبيتوري، وهي منطقيه جدا. الاكل قبل ما يوصل المعده وهو في منطقه الراس فاليك فيز نستعد نطلع طول secretion. طبعا هو في المعده اثناء تواجده يطلع معظم السكريشن 2/3، ده الجاستريك فيز. بعد ان يترك المعده الانتستاينال فيز خلاص ساب المعده ليه نطلع جاستريك سكريشن، فده انهبيتوري فيز. ابتدي واحد واحد. سيفاليك فيز ده نيرفس اونلي، حاجه عامله زي السلايفا كده. طب واحد يقول اشرحه ازاي؟ اقول له كانك بتشرح ميكانيزم السيفاليك سكريشن بالظبط، التو ريفلكسز مش الانرفيشن، اللي هو كونديشند وان كونديشند، لهم هم مع فرق واحد، ان هناك كنا بنقول ان بنعمل استيميليشن للسليفري نيوكلياي عشان نطلع سلايفا، انما هنا بنعمل استيميليشن للفيجال نيوكلياس عشان الاستومك سبلاي مين بالفيجاس عشان نطلع جاستريك سكريشن. وهتلاحظ نفس الجمل، يعني هديك مثال في الكونديشن مثلا يا اولاد. فاكر الرباعيه؟ كنت قلت منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، التفكير في الاكل. كنا هناك بنقول بيطلع لعاب، هنا بنقول بيطلع جاستريك سكريشن. طب عشان يطلع لعاب كان هيستيميليت هناك ايه؟ ده الفرق سوبيرو انفيرو سليفري نيوكلياي، انما هنا يستيميليت فيجا نيوكليس. يبقى قلنا السايت، احفظهم الرباعيه، كل محاضره هقولها، السايت سميل هيرينج ذا بريباريشن اوف فود ايفن ذا مير ثينكينج اوف فود هيستيميليت السيريبرال كورتكس اللي بدوريها هتستيميليت، ده الفرق الوحيد بقى مش السليفري، فيجا نيوكليس عشان تطلع جاستريك سكريشن 1/3 اهو قلنا في السيفاليك فيز. طيب الانكونديشنت قلنا ان تواجد الاكل في الماوث وقبل ان يصل الى المعده بيساعد في انه يطلع الجاستريك سكريشن انكونديشن.
يبقى هنا الريسبتور موجوده فين بقى؟ ما هياش فيجوال واوديتوري وسميل اوتسايد، موجوده انسايد ذا جات. الريسبتور اللي في الماوث عن طريق الفيجاس بتزود الجاستيك سيكريشن. وقلنا السيفاليك فيز سواء كونديشن او ان كونديشن بيطلع 1/3. في بعض الجامعات بيحبوا اثبات يعني ملوش قيمه قوي، اثبت ان الاكل في الماوث بيزود الجاستيك سيكريشن. تجربه اسمها شام فيدينج، شام يعني كاذب، الاكل الكاذب. جم في كلب وخلوا الاسوفيجاس يفتح هنا في النك، وعملوا فتحه تانية في الاستومك جاستروستومي عشان يراقبوا من خلالها الجاستيك سيكريشن. فلما تخلي الاسوفيجاس يفتح في النك يبقى الاكل هيمر على الماوث بس ويقع، هيمر على الماوث ويقع. فلقوا ان مرور الاكل على الماوث فقط دون الحاجه لوصول المعده، لما بصوا من خلال الفتحه في الاستومك لقوا الجاستيك سيكريشن بيزيد. دي الطريقه اللي اثبتوا بيها السيفاليك فيس، اسمها شام فيدينج. شام فيدينج الاكل الكاذب. يبقى عملنا في كلب كام فتحه؟ فتحتين. الاسوفيجاس از ميد تو اوبن ان ذا نيك عشان الاكل ما يوصلش المعده، يمر على الماوث بس. وعملنا فتحه في الاستومك نراقب من خلالها الجاستيك سيكريشن جاستروستومي، فلقينا مجرد مرور الاكل على الماوث بيزود الجاستيك سيكريشن. اقولها في عجاله للزملاء الاصغر سنا، التجربه دي اثبتوها في الانسان. في الحرب العالميه الثانيه مصادفه غريبه، اثنين كنديين جالهم طلقه في المعده عملت فتحه في المعده، فاستاذنوهم قبل ما يقفلوا الفتحه اللي في المعده يقفلوها ان هم يمضغوا الاكل بس ما يبلعوش. ممكن انسان نتفاهم معاه نقول له امضغ بس ما تبلعش الاكل. لقينا مجرد وجود الاكل في الماوث والاستيميليشن والماوث ريسبتور بيزود الجاستريك سيكريشن. فحتى اثبتت في الانسان في التوكا نديم في الحرب العالميه الثانيه. ده للزملاء الاصغر سنا، يعني التجربه دي الشام فيدينج في الكلاب تم اثباتها في الانسان. ما علينا. طيب ننتقل بقى للاهم يا ولاد، اللي هو الجاستريك فيس اللي هو الاهم، اللي هو بيطلع 2/3 اوف جاستريك سيكريشن. برضو انا عاوز اعلمكم طرق لطيفه جدا. احنا قلنا اي حاجه في الدنيا يا نيرفس يا هرمونال، ما عدا قلنا السيريبر سيكريشن بيوري نيرفس، وقلنا السيفاليك فيز هنا اللي هو زي السلايفا بالظبط نيرفس فقط كونديشن اون كونديشن. انما الجاستريك فيز وجود الاكل في المعده بيطلع جاستريك سيكريشن بطريقتين، يا نيرفس يا هرمونال. طب طالب مش مذاكر بس يذاكر، حضر المحاضرة الأولى، فاهم أساسيات الجاسترونسان تراك. إحنا عارفين إن النيرفس عندي نوعين من الريفلكس، يا لونج ريفلكسز يا شورت ريفلكس. طب اللونج ريفلكسز المعدة دي سبلايد بمين يا أولاد؟ مين العصب اللي بيديها؟ الفيجاس. يبقى هنروح بأفرنت عن طريق الفيجاس تابع الليزر، وبعدين فيجال نيوكلس، ونرجع بإيفرم فايبر عن طريق الفيجاس تزود الجاستريك سيكريشن. فسموا هذا ريفلكس، بنروح فيجاس ونرجع فيجاس، سموها فاجو فيجا ريفلكس، وهو اشهر ريفلكس بيطلع معظم وليس كل السكريشن. يعني اللونج ريفلكس اللي بتطلع معظم السكريشنز في الجت بتبقى فاجو فيجا. اقول لك احنا عندنا خمسه سكريشنز ما عدا السيريفير سيكريشن، العصاره المعديه والمعويه، ادي اثنين معديه ومعويه جاستيك وانتستاينال، والبايل بتاع الكبد والبنكرياتيك كلهم فاجو فيجا. حلوه تجميعة حلوه. الفيجاس مين المنطقه اللي مين السيكريشن الوحيد اللي ملوش دعوه بالفيجاس؟ اللي هو ما بيغذوش الفيجاس، اللي هو السليفري سيكريشن انه في ليلة النك. طب نيجي الشورت ريفلكس. احنا قلنا يا اولاد عندنا نوعين من البلكسسز، فاكرينهم؟ لو بتكلم على السكريشن يبقى اجيب السبميكوزا، يبقى السبميكوزا بلكس. حتى قلنا لطيفه السكريشن بحرف الاس بالسبميكوزا، انما لما اجي اتكلم على الموتيليتي بالماينتريك الام مع الام. يبقى شوف ازاي زي ما بقول الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. وقلت ان الجمله دي انا واخدها عن الشاعر السوري قريبي نزار قباني، لان انا عن امي عندي اصل سوري، لما قال الحب بعض من تخيلنا على الارض ان لم نجده لاخترعناه. انا بقى اخدت من نزار الجمله دي، بقولها
الفسيولوجي بعض من تخيلنا، إن لم نجده لاخترعناه لطالب ذكي. أي حاجة في الدنيا يا نيرفس يا هرمون، والنيرفس في حالة الجي اي تي يا لونج ريفلكسز يا شورت ريفلكس. اللونج ريفلكس يعني دي تجمعات هائلة، أربعة سكريشن ما عدا السلايفا بتقع في منطقة الفيجاس، يبقى بتبقى اللونج ريفلكس عبارة عن فاجو فيجا، فاجو فيجا ريفلكس. والشورت ريفلكسز قلنا قصادك تو بلكسسز، لو بتتكلم على سكريشن هو موضوعنا دلوقتي يبقى سميوكوزال بلكسس، بتتكلم على موتيليتي بعد شويه هتبقى مانتريك بلكسس. وعلمتك في اي ريفلكس بتشرحه في ايه، في ستة نقاط، فاكر صراصير ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس، وتالفها. تفتكر ايه الستيمولس اللي هيطلع الجاستريك سكريشن؟ يا حاجه ميكانيكيه اللي هي ستريتش، يا حاجه كيميائيه الامينو اسيد. طبعا فاهم ليه الامينو اسيد، عشان احنا اهم انزيم عندنا اللي هو البيبسين بتاع البروتين. طب الريسبتور هتبقى بالعقل موجوده فين؟ في الجاستريك من كوزا والهول، والافرنت سنسوري فايبر من الريسبتورز، والسنتر دي اهم حاجه سابميوكوزال بلكسس. طب والافرنت بوست جانجليونيك، ما احنا قلنا السابميوكوزال بلكسس بتشتغل كانها بوست جانجليونيك للبارا، والريسبونس stimulation of parietal cells و chief cells انها تطلع ال HCL وتطلع البيبسين. يبقى سهل، يعني انت ترص الست stimulus حاجه ميكانيكيه او كيميائيه، stretch ده حاجه ميكانيكيه او اكل امينو اسيدز، وبعدين الريسبتور هتبقى موجوده فين بالعقل؟ في الجاستريك ميكوزا في الهول، وتبعت عن طريق افرين سنس يروح للبلكسس، والسنتر هي السميكوزا بلكسس، والافرنت هو البوست جانجليوني بتاع البارا، ان البلكسس بتشتغل البارا كبوست جانجليوني، ودي هتستيميليت اهم نوعين من السيلز البارايتال والاوكزنتيك. البارايتال اللي هي الاوكزنتيك تطلع اتش سي ال، والبيبتيك او تشيف سيلز تطلع بيبسينوجين. سهله قوي. طب نيجي الهرمونال، هنا مفيش اختيارات بقى، عاوز طالب حضر كويس قوي المحاضره الاولى، مفيش، وجبتها لكم سؤال غير هرمون واحد، هرمون واحد بيطلع من الاستومك، كل الهرمونات الاربعه الباقيين بيطلعوا بالابر بارت وسمول انتست. الجاسترين هو الوحيد اللي بيطلع، اسمع كويس، بالاضافه للابر بارت وسمول انتستين زي الاربع هرمونات الثانيه، بيطلع ازويل من الانترم المدخل والبايلورس، من الانترم بتاع البايلورس، مدخل البايلورس والبايلورس، يبقى مفيش غير جاسترين. وهنا بقى ده اهم هرمون لازم تشرحه في الخمسة بوينتس، ارجع المحاضرة الأولى تقول لي السايت، خلاص ما احنا قايلين هنا بيطلع منين، قلنا بيطلع من الانترم ومن البايلورس، وتقول لي الاستيمولس، وتقول لي الكيميكال ستراكشر والريسبونس ونوتس. فاكر؟ يبقى ارجع الخمسة، قلت الاستيمولس وكيميكال ستراكشرز كلهم قلنا بوليبيبتايدز، والاستيمولاي بتاعت الجاسترين والريسبونس للجاسترين ونوتس، مش هقولها عشان مش عاوز اضيع وقتك. طيب ننتقل بعد كده للانتستاينال فيز، دي هتشرحها لازم الجاسترين، ده اهم حاجه في السؤال انك تشرح الجاسترين، الفايف بوينتس بالجدول. تيجي الانتستاينال فيز دي انهبيتوري، برضه هتنقسم لايه يا اولاد؟ هتنقسم الى نيرفس وهرمونال، نيرفس وهرمونال اهي، يبقى في نيرفس وفي هرمونال. مش عارف الليزر بس في عيب شويه، نغير كده يمكن يبقى احسن شويه. طيب نيرفس وهرمونال، ابتدي بالنيرفس. عارفين يا اولاد انا عاوز اعلمكم حاجه حلوه قوي، احلى حاجه في الجي اي تي هي سهوله التاليف. يعني انت قول لي ريفلكس وجود اكل في الانتستين، خلاص الاكل في الانتستين خلاص ساب الاستومك وبقى في الانتستين، هيوقف الجاستريك سكريشن، مش عاوز جاستريك سكريشن، سمي الريفلكس ده سهل قوي، اكل في الانتستين بيوقف الجاستريك سكريشن، اظن يبقى اسمه ريفلكس انتيرو جاستريك ريفلكس. الله الله، جميله مفهومه، الاكل لما وصل الانتستين وقف الجاستريك سكريشن، يبقى يسموها انتيرو يعني انتستين جاستريك ريفلكس. ايه الاستيمولس؟ وصول الاسيدز للديودينم
والديستنشن اوف ذا ديودرن باي فوت بيبعت عن طريق تفتكر اني عصب انت قولها الفيجاس. هو مين اللي بيدي الاثنين دول؟ فيجاس. يبقى يبعت عن طريق الفيجاس انهيبت الجاستيك سكريشن، يبقى مره اخرى فاجو فيجال ريفلكس. طب نيجي الهرمونز، هناخد الفات ده اهم حاجه، والهايبرتونيك سوليوشن زي الشوجر، بس احنا هناخد اكتر من اثنين دلوقتي، بناخد مثال اثنين، احنا هناخد ست حاجات وجودها في الانتستين بيوقف الجاستيك سكريشن، انما اهمهم الفات والهايبرتونيك شوجر، بيطلع هرمون يطلع من الانتستين يوقف الجاستيك سكريشن. يبقى يسموا هذا الهرمون ايه بقى يا اولاد؟ نفس الاسم، طالع من الانتستين ويوقف الجاستيك سكريشن، يبقى انتيرو جاسترون هرمون على وزن انتيرو جاستريك ريفلكس. يبقى ريفلكس نسميه انتيرو جاستريك ريفلكس، الهرمون نسميه انتيرو جاسترون هرمون. حقيقة الأمر يا أولاد بالانتيرو جاسترون هرمون ده عبارة عن ثلاث هرمونات من الخمسة المهمين بيطلعوا من الانتستين ويوقفوا جاستريك سكريشن، اللي هو الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد والسكريتين والسي سي كي. يبقى الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد والسكريتين والسي سي كي. طيب يبقى ده اللي هو واحد من اشهر الاسئله، وانا هسيبك انت راجع هقوله لك في عجاله تاني، ميكانيزم اوف جاستريك سكريشن. فبنقسمها الاكل قبل ان واثناء تواجده في المعده وبعد ان يترك المعده يؤثر في الجاستريك سكريشن. قبل يبقى سيفاليك، اثناء يبقى جاستريك، بعد يبقى انتستاينال. وقلنا قبل ان الاكل لسه بمنطقه الرأس بيزود الجاستريك سكريشن، نوع من انواع الاستعداد، بس هيطلع التلت بس، وده نيرفس فقط، نيرفس فقط. شوف كانك بتشرح صلايبه كونديشن وان كونديشن، بس تشيل سليفر نيوكلياي وتحط فيجا نيوكلس. انت ما بتتكلمش على الصلايبه، انت بتتكلم على الجاستريك سكريشن بيطلع من الاستومك عن طريق الفيجاس. اما الجاستريك فيز اللي هو اهم فيز اللي بيطلع 2/3 الجاستريك سكريشن، فده نيرفس وهرمونال، وتقسم النيرفس في عندي يا لونج ريفلكسز اللي هي هنا فاجو فيجل، يا شورت ريفلكسز انهي بلكسس المسؤوله عن السكريشن اللي موجوده تحت الميكوزا الصب ميكوزا، حتى الاس مع الاس السكريشن الصب ميكوزا. والهرمون مفيش غير هرمون واحد، ما عندكش اختيارات، بيطلع من المعده. كل الهرمونات بتطلع من الابر بارت اوف سمول انتستين ما عدا الجاسترين، بالاضافه انه بيطلع من الابر بارت اوف سمول انتستين بيطلع كمان من المعده اللي هو الجاسترين، ونشرحه في الخمس نقط. طب بالعقل، الاكل ساب المعده بقى في الانتستين، يبقى انتستاينال فيز. طب الاكل في المعده، في ساب المعده وراح الانتستين، يبقى بقى في الانتست، مش عاوز جاستريك سكريشن، يبقى الانتستاينال فيز دي انهيبيتوري، نيرفس وهرمونال. شوف الاسماء جميله قوي، نير يعني وجود الاكل في الانتستين هيوقف الجاستريك سكريشن، يبقى يسموا ريفلكس ايه؟ انتيرو جاستريك ريفلكس ميديتد عن طريق الفيجاس. طب هرمونات بتطلع من الانتستين توقف الجاستريك سكريشن، يبقى يسموهم مجتمعه ايه؟ انتيرو طالع من انتستين توقف الجاستريك سكريشن جاسترون هرمون، اللي اكتشفنا ان هم ثلاثه، اللي هم ثلاثه من خمسه المهمين، الجي اي بي والسكريتين والسي سي كي. احنا قلنا هنمشي اسرع شويه، وحضرتك تعيد الفيديو لو كنت لسه عاوز تستوعبه اكتر. في ساعات سؤال جميل قوي يا اولاد بيجي، يعني للاذكياء فقط، بدل ما يجيب ميكانيزم اوف جاستريك سكريشن يغير صيغه السؤال، يقول ميكانيزم اوف انهيبيشن اوف جاستريك سكريشن. انا اتصور الوهله الاولى هو اني فيز من الثلاثه كان انهيبيتوري؟ الانتستاينال فيز انهيبيتوري. حقيقه الامر ده عليه 90% من النمره، ان الاكل لما يوصل انتستين بيوقف الجاستريك سكريشن، وتشرح نيرفس عن طريق انتيرو جاستريك ريفلكس اللي ميديتد بالفيجاس، وهرمونالز هرمونات بتطلع من الانتستين وتوقف الجاستريك سكريشن، يبقى يسموها ايه؟ انتيرو جاسترون هرمون، اللي هو ثلاث هرمونات، ثلاثه من خمسه الكبار، اللي هم الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد والسكريتين والسي سي كي. لكن يا اولاد الاوائل اللي عاوزه تاخد فول مارك، تصور
حتى ممكن تقسيم الميكانيزم انهيبيشن وجاستريك سكريشن لنفس الثلاثه فيزيس سيفاليك وجاستريك وانستاينال، يبقى هموم الانستاينال. لكن هل في حاجه في منطقه الراس ممكن تؤدي الى الانهيبيشن وجاستريك سكريشن؟ طبعا. لو انا ديبرست او خايف عندي فير، فده بالعكس بقى السيريبرال كورتكس الواحد اللي هو ديبرست او خايف ده ما بيفكرش في الاكل، ففي الحاله دي اهي منطقه الراس السيريبرال كورتكس هيبعت امبلسز انهيبيتوري انهيبيتنج الدورسال فيجال نيوكلس، يبقى في الراس. طب تعالى نيجي في الجاستريك، هل في حاجه في المعده ممكن توقف الجاستريك سكريشن؟ قلناها حتى الدروب في البي اتش بيلو 2، يعني حاجه ربنا عاملها سبحان الله بروتكتيف ميكانيزم. لو مش قلناها، لو البي اتش نزل قوي بقى بيلو 2، يبقى لازم نوقف الجاسترين عشان نوقف الاف سي ال، عشان البي اتش ما يقلش اكثر من ذلك بكثير ويؤذي الجاستريك ميكوزا. فالدروب في البي اتش بيلو 2 بيوقف الجاسترين، كان ده ضمن الحاجات اللي بتوقف الجاسترين، وبالتالي يوقف الجاستريك سيكريشن، يبقى انهيبيشن. والهرمون اللي قلنا بيوقف المراكب السايره اللي هو اسمه سوماتوستاتين، ستاتيك يعني يوقف، اللي هو بيقولنا بيقلل السكريشن ويقلل موتيليتي راجع الاندوكراين ويقلل كل الهرمونز، يقلل كل حاجه سكريشن موتيليتي اند هرمونز. سوماتوستاتين بيشتغل هنا بطريقه باراكراينال، فاهم يعني باراكراينال؟ ما بيمشيش في الدم انما عن طريق التيشو فلويد. دي الاجابه النموذجيه لسؤال ميكانيزم انهيبيشن اوف جاستريك سكريشن. يبقى تقسمها برضو زي الميكانيزم اللي هي السؤال الاساسي، ميكانيزم اوف جاستريك سكريشن ده الاساسي، ده اللي بيجي بنسبه 90%. انما ده سؤال عاوز طالب ذكي، ميكانيزم اوف انهيبيشن اوف جاستريك سكريشن، فمخي يقول اخد من السؤال اللي قبله الانستاينال فيز لان هو ده الانهيبيتور، والنيرفس هرمونال انتيرو جاستريك اند انتيرو جاسترون هرمون. لكن للاوائل فضل عاوزين ناخد بقى ال 100% في السؤال. ستيل فيها سيفاليك الديبريشن والفير، واحد متضايق واحد مكتئب يشغل السيبا كورتكس انهيبت الفيجال نيوكلس اللي بتغذي الاستومك ما نطلعش جاستريك سكريشن، او الاستومك طلع فيها اتش ال كتير قوي والبي اتش دروب بلو تو بلو تو، فربنا يخلي ده يوقف الجاسترين ويوقف مور جاستريك سكريشن. والسوماتوستاتين هو بيشتغل باراكراين. ده سؤال مهم جدا يا لفت النظر، عاوز تراجع براجع بنفسك. تعالى بقى الحاجه المهمه قوي قوي، وهو الاتش سي ال، وده قضيه مهمه خالص خالص خالص. اسيد سكريشن واحد من اهم الموضوعات في الطب، عشان قلنا موضوع البيبتيك ألسر وموضوع الريفلكس، الناس اللي عندها حموضه واب تو ذا ألسر وبيحصل لها ريفلكس، انهي خليه اللي بتطلع الاتش سي ال؟ اول سؤال في الام اس كيو، بارايتال يعني جداري اور اوكزنتيك سيلز، وقلت كلمه اوكزنتيك في اللغه معناها حامضي، يبقى حتى اللي بتطلع الحمض هي الخليه الحامضيه اوكزنتيك او بارايتال، وبتطلع الحمض عن طريق زي ما هنشوف انترا سيلر كانالكولاي، يعني مش بيطلع من السيل دايركتلي على اليومن، بيطلع ما بين السيلز في فينجر لايك شانل، شانلز عامله زي الصوابع كده ما بين السيلز. وقلت لكم يا اولاد ان اي سكريشن في جسمك اذا اكتف بروس، قاعده الفلتريشن باسيف، انما لو قلت كلمه سكريشن بس تبقى اكتف، دي ما فيهاش تفكير، ده قاعده عامه السكريشن اكتف. وفهمتها لكم ليه؟ راجع المحاضره اللي قبلها. طب كونيه اكتف يبقى عاوز طاقه، يبقى عاوز اي تي بي. مين الباور جينيريتنج اورجانيلز؟ مين الاورجانيلز اللي هي بتطلع الاي تي بي؟ الميتوكوندريا. يبقى لازم يبقى الاوكزنتيك سيلز فيها لارج نمبر اوف ميتوكوندريا. طيب نكمل ام اس كيو، هل السوليوشن اوف اتش ال بيطلع ده بيبقى زي السلايفا هايبوتونيك تو بلازما؟ لا، ده ايزوتونيك تو بلازما. يبقى ده ثالث سؤال ام اس كيو، يبقى اول حاجه انها طالع من الاوكزنتيك اور بارايتال سيل، عد معايا. اي سكريشن يبقى اكتف، هنا عكس الصليبة بيبقى ايزوتونيك. ليه بحب اقارن؟ عشان اذكرك بالمحاضره السابقه. طيب صدق ولا تصدق؟
اليومن التجويف بتاع المعدة هاي أسيدك بيبقى الـ pH 1، بينما الباراتال سيل نفسها like other cells بيبقى الـ pH بتاعها 7 to 7.2، يعني slightly alkaline. خلاص الخلايا بتبقى 7 to 7.2، مش 7.4 زي البلازما. البلازما مور alkaline. مش احنا ما قلنا الاكستراسيلولار فلويد والانتراسيلولار، الانتراسيلولار مور اسيديك شويه، يعني هما اتنين الكلاين بس دي اكتر ناحيه اسيدي 7 to 7.2. تركيز الهيدروجين اين في الجاستريك سيكريشن تفتكر كم مره؟ مليون مره تركيزه في البلازما. نيجي لسؤال عبيط كده وسهل اللي هو الفانكشنز اتس ال، ما بيجيبوش قوي، ده اهم حاجه الميكانيزم في سيكريشن اتس ال عشان موضوع الحاجات اللي بتوقف الحموضة هناخدها دلوقتي. نيجي لو جالنا سؤال functions بـ HCL ليه 7 وظائف، ما عشقت مثل عشقي للنظام، فنعمل لهم categorization يعني نصنفهم عشان نقدر نفتكرهم بسهولة. يوجد وظيفتان مرتبطتان بالأكل، قلنا الأكل اللي بناخده من بره ده بيبقى غير معقد، تلقفته عشرات الايادي، كان ممكن مع كل اكل يجي لنا مرض. Thank God for gastric HCL، ان الاكل اول ما بيستقر في المعدة ال HCL ده بيعمل له chemical sterilization، يبقى بالنسبة للفود بيعمل sterility تعقيم للاكل. طب قلنا حاجة تاني جميلة يا اولاد، قلنا الماستيكيشن، لو كنت فاكر المحاضرة اللي فاتت، او chewing المضغ ملوش اي قيمة غير في انه يخليك تشبع بكم اقل من الاكل في الناس اللي عاوزة ما تتخنش بس. انا في ناس ما عندهاش اسنان خالص وبتمضخش وبتصدق، ما فيش مشكلة، المعدة بالاسد هتحول هذا الفود الى اسد قايم، عجينة حامضية اسد قايم. يبقى الاتس اللي بيعمل في الفود حاجتين، بيعقمه وبيحوله العجينة. طيب 3 و4، قلنا ان الابزوربشن اي حاجة عشان تمتص لازم تبقى دايبة، قاعدة حلوة قوي تبقى فاكرها. سوليبل يبقى ابزوربابل، انسوليبل انسوليبل يبقى نوت ابزوربابل. طب فاكرين كنا قلنا مين يدوب الحديد؟ هل الحديد بيدوب في مياه؟ لو حطيت حتة حديد في مياه تدوب؟ لا، بيدوب فين؟ في الهيدروكلوريك اسيد. يبقى لولا الهيدروكلوريك اسيد ما امكن امتصاص الحديد، لان هو اللي بيدوب الحديد، وبنفس المنطق ما امكن امتصاص الكالسيوم. يبقى الابزوربشن اوف اير وكالسيوم محتاجين اتش سي ال. بقول لكم معلومات طريفه عنها، عشان كده هما الاثنين بيمتصا من الابر بار انتستين قبل ما نعادل الاتش سي ال، لان باي ذا تايم رحنا الجيجينم بقى نيوترال، بقى الكونتينس نيوترال، يعني هي اسيدك بس في الديودرم، عشان كده الحديد والكالسيوم بيمتص من الديودرم. المعلومه الاهم كلينيكيا يا اولاد، اللي عنده نقص حديد او عنده نقص كالسيوم واحده فيهم ياكلها لوحدها. ليه؟ لان هما اتنين في ما بينهم كومبيتيشن، هما اتنين بيتشالوا على نفس الكارير اللي اسمه دايفيلنت ميتاليك كارير، كارير بيشيل الميتالز المعادن اللي هي دايفيلنت. فقلت الست اللي عندها شاشة في العظم، او الست اللي عندها انيميا، او راجل حتى يعني، بس عشان الستات عندها لها شاشة اكتر، ما ينفعش لو عندك نقص في كالسيوم او ايرن تاكلهم مع بعض، لو عندك نقص حديد تاكل حديد لوحده، عندك نقص كالسيوم تاكل الديري برودكتس منتجات الالبان لوحدها، لان في ما بينهم كومبيتيشن، بيتشالوا على نفس الكارير اللي بيشيل الدايفيلنت ميتاليك كارير اسمه حتى. الوظيفة الخامسة والسادسة، كنا قلنا هو ليه ربنا حط الأوكزنتيك أور باراتال سيلز، الخلايا الجدارية الحامضية دي، جنب التشيف أو البيبسينوجين سيلز؟ أما قلنا الشيء لزوم الشيء إنه البيبسينوجين إن أكتف، مين بيعمل له أكتيفيشن لبيبسين؟ الـ HCL. وقلنا معظم ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، معظم الانزيمز في الجات بتشتغل في الكلاين ميديا.
طب مين الانزيم اختار بقى الاجابه اللي بيشتغل في اسيديك ميديا؟ ما هجيبها لكم سؤال المره الجايه، بيبسين. فهو بيدي الاوبتيمم بي اتش فور بيبسين. سابع واخر وظيفه يا اولاد، ان ال اتش ال بيستيميليت البلاد فلو لما نيجي لليفر. يبقى سبع وظائف الاتش ال قسمناهم 2 2 2 1، ليه علاقتين بالفود، بيعقم الاكل ستريلتي فود، وبيحول الاكل لو ما اتهضمش لو ما اتطحنش لو ما اتمضغش في الماوث او حتى لو اتمضغ بيكمل يحوله الى اسيد قايم عجينه حامضيه. اتنين ابزوربشن، مين يداوب الحديد، مين يداوب الكالسيوم، هيدروكلوريك اسيد، فمهم الابزوربشن اوف ايرن اند كالسيوم. يبقى وصلنا اربعه. وبعدين قلنا هو ليه ربنا حاطط البيبتيك او التشيف سيلز جنب الاوكسنتيك او البارتال سيلز؟ شيء لزوم الشيء، الاتس ال بيحول البيبسينوجين ان اكتف الى بيبسين اكتف، وبيديله الاوبتيم بي اتش. ده سؤال ام اس كيو، ان البيبسين ده لما يجي لك سؤال اختار مين الانزيم اللي محتاج اسيديك ميديوم، اختار على طول البيبسين. بقى الوظيفه اللي بعد كده بيستيميليت الباي فلو. في سؤال ام اس كيو لطيف هنا، لو عملت ديستراكشن في الاوكسنتيك اور بارتال سيلز، قلنا دي ما بتطلعش بس يا اولاد ال HCL، دي كانت بتطلع كمان الانترنسيك فاكتور اللي هو مهم لامتصاص البي 12. فلو حصل ديستراكشن في الاوكسنتيك سيلز، وبقولها للزملاء الاصغر سنا مش للطلبه، بيبقى ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل في الميدل ايج في الفيميلز بواسطه اوتو ايميون ديزيز، انتي بوديز بتكسر الاوكسنتيك سيلز فتدي برنيشس انيميا، الانيميا الخبيثه، لان هنا مفيش انترنسيك مفيش بي 12، يبقى الار بي سي مش هتنقسم، تقعد كبيره، ميجالو بلاستيك، فاكرين ميجالو بلاستيك انيميا او ماكروسيتيك انيميا. وقلنا البي 12 مهم للسي ان اس كمان لعمل المايلين شيث، فعشان كده الموضوع ما بقاش انيميا بس، الاعصاب ما فيهاش مايلين شيث هي والتاك، ففي شلل، عشان كده سموه انيميا خبيثه برنيشس انيميا. في انيميا لان البي 12 مهم للار بي سيز، طب وليه سموها برنيشس؟ عشان مهم كمان السي ان اس للمايلينيشن اوف نيرفز اند تراكس، فبيبقى في شلل. وطبعا الاوكسنتيك سيلز بتطلع كمان اتش ال، يبقى اللي عنده ما عندوش اتش ال يبقى عنده اكلور هيدريا، ومعناها نو هيدروكلوريك اسيد، بس في كلمه واحده، يعني نو كلور هيدريا نو هيدروكلوريك اسيد. مش عيد تاني يا اولاد، انتوا بعيدوا الفيديو. انتقل بقى للميكانيزم اوف اسيد سيكريشن، كيف واحد من الموضوعات اللي هي عاوز تركزوا معايا فيها لانها صعبه شويه، تكوين اتش سي ال. انت قصدك عاوز تبقى فاهم الرسمه دي الاول، ده البارايتال اوكسنتيك سيلز اللي بتعمل اتش سي ال، والناحيه دي في اليومن اللي هو هنحط فيه الاتش سي ال، وبره فيه الاكسسوار فلويد او البلاد. انا عايز اعلمكم حاجه في الحياه يا اولاد، عندما تواجه في الحياه مش في الفسيولوجي اي مشكله، لازم تعمل لها فراكشنيشن، تجزئه، ما تفكرش في كل اجزاء المشكله مع بعض، كده هتحس بفرستريشن باحباط ومش هتعرف تحلها. طب واحد يقول لي ده علاقته ايه بتكوين اتش سي ال؟ فهمك، لو انا قلت كيف يتكون اتش ال ممكن تبقى صعبه، لكن انا هقسم المشكله، هقول انا عاوز هيدروجين وعاوز كلورايد، يعني مش هفكر في الاتش ال ككل، هفكر ازاي اجيب كلورايد وازاي اجيب هيدروجين عنه. فنبتدي الفور ستيبس، وانا بحب اقول ستيبس ليه؟ عشان قلنا منتال سيت، تبقى انت مهيئ معايا، الراجل ده هيقول لنا اربع خطوات، يبقى بالتابع 1 2 3 4، لقوا ان الناس بتفتكر اسهل من اقول نفس الاربع خطوات من غير ما اقول لك تهيئ وجهز مخك ان انا اقول اربع خطوات. ستيب نمبر 1، ان الكلورايد بيبقى actively pumped من البارايتال سيلز لليومن، دي اول حاجه actively pumped. بعد كده هنعرف ازاي بيجي بقى من اكسسوار فلويد، بس استناني شويه. actively pumped في اليومن، والصوديوم بالعكس يبقى actively pumped من اليومن للبارايتال سيلز. يبقى حضرتك حطيت كلورايد
نيجاتيف وشلت الصوديوم البوزيتيف الاثنين اكتيفلي، يبقى اليومن هنا اصبح في هذه الحاله في نيجاتيفلي تشارجد ايونز بس، يبقى اصبح اليومن في هذه الحاله في نيجاتيف بوتنشال من ناقص 40 لناقص 70 ملي فولت، فعليه لسه احنا في الخطوه الاولى، فالنيجاتيف ده يروح ساحب البوتاسيوم البوزيتيف من السيلز، ما احنا عارفين ان السيلز اساسا الايون اللي فيها هو بوتاسيوم، يروح ساحب البوتاسيوم. دي كانت ستيب 1. يبقى ستيب 1 خليك منظم عشان تفتكر 3 اينز الكلورايد اكتيفلي بامب فروم سيل تو ليومن. طب الصوديوم اكتيفلي بامب بالعكس من اليومن للسيل، النتيجه ان اليومن بقى فيه نيجاتيفلي تشارجد ايون بس، بقى الكترو نيجاتيف ناقص 40 ناقص 70، فده سحب البوتاسيوم. هنشوف بقى البوتاسيوم هيعاوننا في الخطوه اللي بعدها. ستيب نمبر 2، نجيب منين الهيدروجين؟ نجيب منين الهيدروجين؟ اكتر حاجه في جسمك هي الميه، والميه دي الووتر ده ما هو الا هيدروجين وهيدروكسيد جروب. تصور يعني الخليه عندها مقدره انها تعمل تحليل كهربائي الكتريكال اناليسيز، فيها محلل كهربائي للووتر الى هيدروجين وهيدروكسيد جروب. طيب نتبادل بقى الهيدروجين البوزيتيف مع البوتاسيوم البوزيتيف، والعمليه دي اكتف بوصل اي تي بيز، ولان بتتبادل بوزيتيف مع بوزيتيف البروتينات هي اللي فيها بوزيتيف، فيسموها بروتون بامب. بروتون بامب، واهم ادويه اهم ادويه بتمنع تكوين اتش سي ال في الحموضه وفي البيبتيك ألسر اسمهم بروتون بامب انهيبيتور. تبقى فاهم ان ايه هو البروتون بامب ده، ان احنا عشان نحط هيدروجين بنتبادل مع البوتاسيوم، بوزيتيف مع بوزيتيف، بروتون مع بروتون، فيسموها بروتون بامب مساعده الاي تي بيز. دي كان ستيب نمبر 2. ستيب نمبر 3، زي ما الخليه جواها ميه، ان كل شيء حي من الميه سبحان الله، الخليه دي بتتنفس فبتنتج كربون دايكسيد، فيحصل بداخلها اسهل تفاعل عارفينه وهو كربون دايكسيد من الخليه، وعلى فكره وكمان بنجيبه بالاكسترا فلويد، يعني الدم فيه كربون دايكسيد، فمصدر الكربون دايكسيد ده حاجتين، من السيلز ومن الاكسترا فلويد، كربون دايكسيد بلس ووتر بمساعدة الكربونيك انهيدريز انزيم هيدي اسهل تفاعل عارفينه كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد الى هيدروجين وبايكربونيت. حلو، يبقى خد بالك احنا خدنا في سنة اولى اول خلية مهمة فيها كربونيك انهيدريز، عشان ده سؤال شافه مهم جدا في التجمعات وفي التحريري، كان هو الار بي سيز. الجي اي تي في الجهاز الهضمي الكربونيك انهيدريز موجود مرتين، ادي اول مره فيهم في الباراتال سيلز، في الاوكزنتيك سيلز اللي بتعمل اتش سي ال، فهيتحد الكربون دايكسايد مع الووتر مساعده الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لهيدروجين وبايكربونيت. الهيدروجين ده بقى يتحد مع الهيدروكسيل جروب يدي ميه. طيب والبايكربونيت يبقى يروح للاكسترا سير فلويد في تبادل مع الكلورايد، يعني الكلورايد شيفت فينومينون. لما قلت لكم من شويه انا هقول لكم مين اللي بيضمن ان الكلورايد يجي من البلاد للباراتال سيلز اليومين، مين بيزقه؟ ان بنديله بايكربونات للبلاد وناخد عوضا عنه كلورايد، وهذا البايكربونات هيتحط مع الصوديوم، احنا بندخل كلورايد في هذا الاتجاه وبناخد صوديوم في هذا الاتجاه، فلكل جزيء HCl يتعمل في اليومن بيتعمل قصاده جزيء صوديوم بايكربونات، يبقى لكل جزيء HCl في اليومن بنعمل قصاده جزيء صوديوم بايكربونات في البلاد. وعليه من اهم الاسئلة يا اولاد، يبقى البلاد اللي خارج من المعده ده في اثناء الاتس ال سكريشن بيخرج الكالاين، لان في صوديوم بايكربونات، فيسموا هذه الظاهره الكالاين تايد. تايد قلنا يعني مد وجزر زي سطح البحر لما بيرتفع وينخفض من جراء جاذبيه القمر،
فالبي اتش بيرتفع لانه بيبقى الكلاين بتاع الدم اللي خارج من المعده بس اتس اكريشن. وطبعا دي حاجه مميته ان الدم يبقى الكلاين، بس ليه سموه تايد؟ لان في حاجه هترجعه تاني للنورمال، عشان كده قالوا تايد مات وجاز مات وجاز الكلاين تايد. يبقى لما يسالك شافه ما هو الكلاين تايد، هتقول له ان فور ايتش مولكيول اتس ال فورم ان ذا هيومن A molecule of sodium bicarbonate is formed in the blood. Stage number 4 والأخيرة إن عشان ما يبقاش الـ HCl كده مركز فبيسحب وراه مية باي أسموزس. دي step number 4. نقولهم تاني بقى الـ 4 steps في موضوع معقد. يبقى قلنا الأول نفكر إزاي إن أنا مش عاوز أكون HCl، أنا عاوز أكون كلورايد step 1 وهيدروجين ستيب 2. فالكلورايد في اول ستيب بنتبادل ثلاث ايونات. الكلورايد is actively pumped from the cell to the lumen. احفظ معايا ادي اول ايون. الصوديوم is actively pumped from the lumen to the parietal cells. وعليه اليومن يبقى نيجاتيف لان في كلورايد بس، ناقص 40 لناقص 70 فده يسحب بوتاسيوم. خلص ستيب 1. بوتاسيوم ده مجهزينه للستيب 2. ستيب 2 اجيب منين الهيدروجين؟ البارايتال سيلز هتعمل الكتريكال اناليسيز للووتر لهيدروجين وهيدروكسيد جروب. هنتبادل الهيدروجين، هنحط هيدروجين بوزيتيف في اليومن يبقى خلاص كده كوننا HCl، وناخد عوضا عنه بوتاسيوم. يبقى نحط هيدروجين وناخد بوتاسيوم، ودي عملية أكتب عاوزة ATPs. بوستيف مع بوستيف فسموها بروتون بامب. أهم أدوية في العالم النهاردة في علاج البيبتيك ألسر اسمها بروتون بامب إنهيبتور. عاوزين دكاترة فاهمة. البروتون بامب إنهيبتور دي بتنهيبت أنهي عملية؟ اللي هي تبادل الهيدروجين مع البوتاسيوم. دي ستيب 2. ستيب 3 اسهل تفاعل في الجسم، كربون دايكسيد بلس ووتر جاي من السيل وجاي من الاكسترا فلويد مع الكربونيك انهيدريز دي كربونيك اسيد اللي هيبقى ديشيتد لهيدروجين بايكربونيت. الهيدروجين مع الهيدروكسيد جروب يدي ميه، والبايكربونيت ده يبقى ان اكشينج بالصوديوم في الاكسترا فلويد. ادي مصدر الكلورايد. يعني ايه اللي بيخلي الكلورايد يدخل البارايتال سيلز ما هو المفروض اساسا بره في الاكسترا فلويد؟ ايه اللي دخل البارايتال سيلز وبالتالي هيومن؟ اللي احنا بنحط بداله بايكربونيت، بنسميها كلورايد شيفت فينومينال. ستيب نمبر 4 ان عشان ما يبقاش الـ HCl ده مركز كده فبناخد معاه ميه باي اسموزس. طيب الجزء الثاني يا اولاد، البارايتال او اوكزانتيك سيلز اللي بتطلع الـ HCl عليها ثلاث انواع من ريسبتور. واحد من اهم الاسئله، اول ريسبتور احنا قلنا الفيجاس بيغذي الاستومك بيطلع HCl. طب الفيجاس ده بيطلع ايه؟ أسيتيل كولين، ده الكيميكال ترانسميتر بتاعه. بيشتغل عن طريق ماسكارينيك ريسبتورز، قلنا اللي موجود على الأورجان ماسكارينيك ريسبتورز اسمهم ماسكارينيك ريسبتور نمبر 3. الماسكارينيك ريسبتور النهارده كام جديد بيقسموهم لأنواع. فالفيجاس عن طريق الأسيتيل كولين وماسكارينيك ريسبتور نمبر 3، المدييتور هو كالسيوم بيطلع HCl. عد معانا دي نمبر 1. طب قلنا الـ HCl ممكن يطلع بيه هرمون، ما الاستومك بيشتغل نيرفس وهرمونال. النيرفس الفيجاس بيطلع HCl والجاسترين هرمون بيطلع HCl. قبل ما اقول هذا الجاسترين هقول الاستيمولس الثالث، الهستامين. بيشتغل عن طريق ريسبتور اسمه H2 هيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2. انا فاكر مره زميل فاضل اول ما طلع ده الهيدروجين نمبر 2، دي مش اختصار هيدروجين يا اولاد، دي هيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2. لان الهستامين عنده في جسمنا 2 ريسبتور، 1 اللي هو بيعمل الفازودايليتيشن والحاجات دي، و2 اللي هو بيطلع الـ HCl. هنا ده بيشتغل مين الميديتور بتاعه؟ السايكليك ام بي. واحد من احسن علاجات الحموضه ان احنا بنقفل الهستامينرجيك ريسبتور نمبر 2 ده بعقار هنجيله بعد شويه حالا اسمه سيميتيدين. يعني اشهر عقار في ايقاف الـ HCl اسمه بروتون بامب انهيبيتور، ده اشهر واحد النهارده. طب في واحد بيقلل بس انه بيقفل ريسبتور واحد اسمه هيستامينرجيك 2 بلوكر اللي هو السيميتيدين. طب نيجي الجاسترين بيشتغل ازاي بقى؟ الجاسترين ده بيشتغل بالطريقتين،
بيشتغل بيشتغل يا اولاد سوري على الانقطاع الذنبي بيشتغل بالكالسيوم زي الاستالكولين وبيشتغل بالهستامين زي الهستامين عشان كده انا حطيته في النص يا اولاد. يبقى في ثلاثة ريسبتورز على البارايتال اوروجينتك سيلز في مقدورها انها تزود الاتس ال. في النيرفس اللي هو الفيجاس بالاستالكولين بيشتغل عن طريق ماسكارينيك ريسبتور نمبر 3 بالكالسيوم نمبر 3. طب الهستامين بيشتغل عن طريق هستامينرجيك ريسبتور نمبر 2 بالسايكليك ام بي اللي هم خدناهم ميدييتورز مع الاندوكراين. طب الجاسترين بيشتغل بالطريقتين زي الماسكارينيك. يبقى الجاسترين بيشتغل بالطريقتين بالكالسيوم زي الماسكارينيك ريسبتور وبيشتغل السايكليك ام بي زي الهستامينيك ريسبتور. ودي واحد من اشهر اسئله في كام ريسبتورز موجودين على الاوكسنتيك سيلز. الاستالكولين هو النيرفس الاستالكولين بيشتغل ماسكارينيك ريسبتور نمبر 3 زي بالكالسيوم الهستامين بالهستامينرجيك ريسبتور نمبر 2 بالسايكليك ام بي. الجاسترين بيشتغل بالكالسيوم وبالهستامين. الهستامين ده بيطلع منين بقى؟ الجاسترين بيطلعه منين؟ من حاجه اسمها انتيرو كروموفين سيلز نمبر 1. يبقى حتى الثلاث ارقام موجوده هي اولاد 1 2 3 هيستامينرجيك 2 ماسكارينيك 3 والجاسترين بيشتغل على الانتيرو كروموفين سيلز نمبر 1 يطلع هيستامين يشتغل زي الهيستامينرجيك ريسبتور ويشتغل زي الكالسيوم. طيب ننتقل بقى لموضوع مهم جدا هو البيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر من اهم المواضيع في الطب. هنعرف عنه ثلاث نقاط. ازاي المعده يا اولاد فيها هيدروكلوريك اسيد فيري سترونج اسيد ومش كل يوم بيحصل لنا ألسر في المعده وهي فيها فيري سترونج اسيد هيدروكلوريك اسيد؟ تعال نشوف ايه الميكوزا البايرز اللي عاملها ربنا سبحان الله. اول حاجه يا اولاد ان فيه انسوليبل ميوكس. فاكرين اللي كان بيطلعها السيرفيس ابيثيليال سيلز زي الجيل كده لازق في الخلايا يحميها؟ دي اول حاجه. يبقى اول بارير ضد الهيدروجين ان في حاجز انسوليبل ميوكس طالع من السيرفيس ابيثيليال سيلز. طب افرض 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 الهيدروجين عدى هذا البارير الاول، ما تخافش السيل ممبرين بتاعه الجاستريك ميوكوزا از امبيرميبل تو هيدروجين، مش هتفوته. يعني شايف التدرج؟ طب افرد شويه فاتوا بالهيدروجين دخلوا جوه، ما تخافش هيبقوا ايميديتلي بومب لليومين. ده كان نمره واحد واثنين. طب تالت بارير انه في بروستاجلاندينز. بروستاجلاندينز دي بتشتغل بثلاث طرق، بتزود الميوكس والبايكربونات اللي هما بيبافر، دول الاثنين بافر، الميوكس ده بروتين بافر، بتزود الميوكوزا البلاد فلو اللي هو بيساعد على الفيتاليتي of the gastric mucosa حيويه الجاستريك ميوكوزا، وبينقص الاسيد سكريشن. يعني يزود بفر وينقص اسيد سكريشن ويزود بلاد فلو. دول الثري مين بايرز اللي عاملهم ربنا عشان خاطر مش كل مره الاتس ال يعمل لنا بيبتيك ألسر. وبعدين بص بالتدرج اللي احنا فكرنا فيه. اول بارير ان في انسولابل ميوكس طالع من السيرفيس ابيثيليوم، طب عديناه. وراه تاني بارير السيل امبيرميبل ولو دخل حاجه هتعمل لها بامب. وبعدين وجود البروستا كلاندنز. طيب تعال نشوف بقى نقطه هنا لطيفه جدا يا اولاد. طب الاتس ال اللي اتعمل بالبارايتال سيل نفسه اللي بره مش هيعرف يدخل، طب اللي جوه خرج ازاي؟ مش كنت قلت لكم عن طريق انترا سيلر كانيكولاي شكلها زي الفينجر اهي، يخرج اهو الهيدروجين. يعني ما بيخرجش من هنا دايركتلي، عن طريق انترسيلر كانيكولاي شكلها فينجر لايك شيب. وبعدين البايكربونيت اللي هو البفر بيلزق في الجل. فاكرين البايكربونيت احنا بنتكلم على الفورميشن اوف اتس ال كان في بايكربونيت، ده بيلزق في الجل عشان يساعد في البارير. خد بالك بقى نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. احنا قلنا البي اتش في اليوم تقريبا واحد 1.2، يعني اثنين صح يجي لك 1 صح 1.2 صح. طب البارايتال سيل سؤال مهم جدا، اوعى تفتكر انها هايلي اسيديك، زيها زي اي سيل، زي اي سيل 7.2. طيب عند السيرفيس ابيثيليوم بسبب البايكربونيت بقى
6 لـ 7 البي اتش، يعني عندي 3 بي اتش هنا جوه الخليه زي اي خليه، بارايتال سيل زي اي خليه، ده سؤال ام اس كيو. 7.2 اليومن هايلي اسيديك 1.2. طب بسبب الانسوليبل ميوكس اللي فيها بايكربونات بيبقى هنا 6 to 7. طب نيجي للكوزس اوف بيبتيك ألسر. النقطه الثانيه ان يحصل بريك في الميوكوزا البارير في الناس اللي بتشرب الكوليكس. الواحد بيشرب كميه ضخمه من الكوليكس بيجي له حرقان في المعده، الكوليكس بيبريك البارير. الاسبرين عارف ليه؟ مكتوب قصادك عشان بينقص البروستاجلاندين اللي هو البارير الثالثه. وعين حاجه بقى خدوا فيها جائزه نوبل اللي هي هيليكوباكتروم بايلوري بكتيريا. ان ما كانش الانسان يا اولاد متصور ان في بكتيريا تعيش في بي اتش 1 في هيدروكلوريك اسيد. اكتشفوا الاتش بايلوري حتى يسموها، ان في بكتيريا بتعيش في الاتش ال وبتكسر البارير دي. طيب ازاي بقى؟ فلما تكسر البارير بيحصل اتي الهيدروجين يدخل جوه، بقى خلاص البارير اتكسر، الهيدروجين يدخل جوه الخليه من اليومن والصوديوم يدخل جوه الخليه من البلاب بالبلازما، والاثنين الهيدروجين والصوديوم يدستروي السيل ويجيبوا ألسرز. يبقى اول سبب للألسر انه بريك اوف ميوكوزا البارير. طب في سبب تاني، البارير موجود بس الاعداء زادوا، حصل اكسس اتس ال سكريشن. كنا قلناها في اول محاضره في الزولينجر إليسن سندروم، ان في ناس عندهم سيلز جاسترين سيلز موجوده في البنكرياس بتطلع جاسترين، فالسندروم ده فتطلع جاسترين، يبقى عندهم هايبر جاسترونيميا في جاسترونيميا في الدم، فعندهم كميات رهيبه من الاتس ال في المعده اقوى من البارير. البارير سليم بس الاتس ال زاد جدا في زولينجر إليسن سندروم، في تيومر في البنكرياس بيطلع جاسترين زياده يعمل هايبر جاسترونيميا، طلع اتس ال كتير تكسر البارير. زولينجر إليسن سندروم ده الكوزس اوف بيبتيك ألسر. طب نيجي بقى التريتمنت، النقطه الثالثه والاخيره، اهم تريتمنت نمره 1 نقلل اسيد سيكريشن. اشهر علاج في العالم دلوقتي اللي هو البروتون بامب انهيبيتور اوميبرازون، في اضعف منه شويه، نقفل الهيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2 هيستامينرجيك 2 ريسبتور بلوكر اللي هو السيميتيدين. دلوقتي دول اهم علاجين في الدنيا. قبلهم قبل ما يبقى في عندنا العلاجين ده كان معظم حالات البيبتيك ألسر والحموضه دي العلاج نشيل المعده، يعني نعمل عمليه ميجور ابدومينال اوبريشن. دول نهوا القصه دي، اللي عنده حموضه دلوقتي بيتعالج باي ميديسن بالادويه. اهم دوائين في الدنيا بروتون بامب انهيبيتور، وانت فاهم يعني ايه بروتون بامب اللي هو بنتبادل بوتاسيوم مع هيدروجين بالاوميبرازون، او نقفل الاتش 2 ريسبتور بتاع الهيستامين بلوكر بالسيميتيدين. طب تاني حاجه نيراديكيت الاتش بايلوري، نقتل الاتش بايلوري ده بانتي بيوتيك. اسمعوني فاقد معاك العمل، عشان تقضي على الاتش بايلوري لازم بتاخد فيري سترونج انتي بيوتيكس معينه لمده اسبوعين، وتبقى شغلك الشاغل لمده اسبوعين انك ما تفوتش جرعه واحده. عارف ليه؟ لان لو لم تستطيع ان تقضي على الاتش بايلوري من اول مره لا يمكن القضاء عليها بعد كده، بيبقى عندك فيري ريزيستنس اتش بايلوري لا يمكن القضاء عليها. فاللي عنده اتش بايلوري من قرايبك وكتبوا له انتي بايوتكس شديد جدا لا يغفل في اي جرعه، والا هتنتهي يقعد بقيه عمره عنده حموضه، لانه لا يمكن القضاء عليها، لازم من اول مره تقضي عليها. انتي بيوتكس قوي هيكتبه الطبيب المعالج، ولا تتهاون في ولا جرعه تتفوتها. نمرة 3 تستوب الحاجات اللي هي بتكسر البارير اللي هي الاسبرين والالكول. الاسبرين بيقلل البروستاجلاندين والالكول، وطبعا من الحاجات اللي بتجيب حموضه يا اولاد اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هو الحاجات اللي ضد الالتهاب اللي هي نون ستيرويدال زي الكتافلام والحاجات دي
والفولتران والكلام ده كله، دي اسمها نون سترويدال انتي انفلاماتوري. الكورتيزول استرويدال انتي انفلاماتوري، يعني الكورتيزول تركيبه استرويد وضد الالتهاب. اللي مش كورتيزول يسموه نون سترويدال انتي انفلاماتوري، دي مفروض تبطلها. وبعدين بطلوا الكلام ده دلوقتي اللي هو سيرجيكال ريموفال اوف، اسف اه الاستومك بطلوها. لكن النهارده لو واحد عنده زوليجر إلسن سندروم بنشيل الجاسترين سيكريتينج تيومر اللي في البنكرياس، يبقى ده تريتمنت اوف بيبتيك ألسر. يبقى مش عايدها تاني، تقدر تعيد بقى، عاوزين ناخد كميات كبيره وبسرعه لو عاوز تعيدها مره اخرى. اتكلمنا على الميكوزا البارير وايه اللي يبوظ البارير نمره 2 والتريتمنت نمره 3. ده كان الجزء الاول في محاضرتنا، هو الجزء الاصعب وهو الجاستريك سيكريشن. نيجي الجزء الاسهل بقى اللي هو الجاستريك موتيليتي. يا اولاد لحد ما حضرتك بتحضر معايا المحاضرة دي كنت تتصور ان المعدة دي جزء واحد، انت المعدة في معدة دي ها في معدة. النهاردة هتتعلم ان المعدة دي عبارة عن جزئين، كل جزء له وظيفة تختلف تماما عن الجزء الاول. فعندي proximal motor unit اهو، وعندي ديستال موتور يونت. يبقى حقيقة الأمر لحد هذه المحاضرة كنت تتصور أن المعدة دي حاجة واحدة بوظيفة واحدة. النهاردة هنشيل هذا التصور. المعدة تتكون من جزئين، كل جزء له وظيفة مستقلة خاصة به. وما عشقت مثل عشق النظام، لأني مش هعيد، فرتب معايا نفسك من دلوقتي. كل جزء هتكلم عليه في خمسة نقاط محددة. نبتدي بالبروكسيمال موتور يونت، بيشمل النقطة الأولى الفندس اهي والبادي اوف ذا ستومك. عد معايا النقطة الأولى الثين وول، النقطة الثانية مقارنة بالثانية هيبقى ثيك، وظيفته ستورج اوف فود، خزن الأكل. النقطة الثالثة ستورج فود. طب النقطة الرابعة، عشان يستور كمية معتبرة من الأكل هو بيتميز بخاصية اسمها ريسبتيف ريلاكسيشن، أي الانبساط التوافقي. يعني كل ما تاكل المعدة تنبسط، كل ما تاكل تنبسط، يبقى انبساط متوافق مع شيئين، مع امتلائها ومع عملية البلع. فعشان كده يسموه ريسبتيف ريلاكسيشن. من العظمة الإلهية إن بسبب هذه الظاهرة المعدة قبل ما تاكل بيبقى تقدر تشيل 50 مليلتر بس. بسبب ظاهرة الانبساط التوافقي ممكن تتسع عشان تشيل لتر، اللتر ونص يعني 1500. يبقى بتشيل 50 مليلتر بسبب الظاهرة دي، ممكن تتسع تشيل لتر ونص. طب إيه الستيمولس بتاع الريسبت ريلاكسيشن؟ قلت هو الانبساط المتوافق مع شيئين، امتلاء المعدة جاستريك ديستنشن، والبلع السوالوينج اللي هو الموفمنتس اوف فارينكس اند اسوفاجس. مش في السوالوينج كان عندي فارنجيال فيز واسوفاجيال فيز. طب وايه الريسبونس؟ ما هو اسمها انها ترياكس استومك ريلاكسيشن، انها بدل ما هي 50 مللتر تبقى 1500 لتر ونص تشيل. طب تفتكر ريفليكس هيبقى اسمه ايه؟ المعده سبلاي دي انا قلت لك هنروح بفيجاس ونرجع بفيجاس، يبقى فاجو فيجا ريفليكس. وهنا تتزلزل الثوابت للمره الثالثه. طب احنا قلنا الفيجاس ده مايسترو الجهاز الهضمي. الفيجاس ده بيستيميليت الجهاز الهضمي كله عن طريق الاستايلكولين. المنطقه الوحيده، افتح ودانك، امسكي مهم جدا، اللي الفيجاس في الجهاز الهضمي بيعمل لها انهيبيشن، بيعمل لها ريلاكسيشن اللي هو البروكسيمال موتور يونت. طب ازاي؟ ده الاسيتايلكولين كان بيعمل كونتراكشن. نغير الترانسميتر، مش ضروري الفيجاس يطلع هنا اسيتايلكولين، مش ضروري الفايبرز تبقى كولينيرجيك بتطلع اسيتايلكولين، تطلع ترانسميتر تاني يعمل ريلاكسيشن. شوف المفاجاه بقى، القنبله المدويه، تطلع أدينوزين تراي فوسفات مش كمصدر للطاقة،
انما ككيميكال ترانسميتر يعمل ريلاكسيشن فيسموها بيورينرجيك فايبرز. بيورينرجيك انهبيتوري فايبرز بتطلع ادينوزين تراي فوسفين. ودي النقطة الخامسة. يبقى تعالى بقى تاني نقول البروكسيمال موتور يونت. النصف الأول في المعدة تعرف عنه خمس كلمات. عد معايا. واحد يشمل الفندس والبادي. طب لأنه ريلاكس طول النهار ما بيشتغلش. اللي يشتغل إيه بقى؟ العضلة تقوى. العضلة هنا ضعيفة. ثين وول نمرة اتنين. الوظيفة التالتة ستورج فود بتختزل الطعام. وإذا حبيت تعرف بتختزنها إن كونسنتريك ليرز يعني دوائر كده كونسنتريك لير. أول حاجة تاكلها بتبقى في السنتر وآخر حاجة تاكلها بتبقى في البريفري. بس دي مش مهمة. الأكل يبقى ستورج إن كونسنتريك ليرز. أول حاجة الفيرست فود تيكن بيبقى في السنتر وآخر حاجة بيبقى في البريفري. نقطة الرابعة عشان تستور لازم تتمتع بظاهرة توسع تريلاكس سموها الانبساط التوافقي receptive relaxation. الانبساط المتوافق مع ايه؟ مع امتلاء المعدة gastric distension او البلع. كل ما تبلع تنبسط عشان الاكل نازل يتجمع فيها من غير ما الانتراجاستريك بريشر تزيد. يبقى انت بتاكل انت تنبسط وتملى معدتك انت بتنبسط وهي بتنبسط اهي ماشي اهو فيها سجع انت تنبسط وهي تنبسط. لكن لو زاد الضغط مش هتنبسط حضرتك. فهو اسمه الانبساط التوافقي لانه متوافق مع الجاستريك ديستنشن والسوالوينج اللي هو بمعنى اخر فارنجيال اند اوستيجيال موفمنتس. ده الاستيمولس. طب ايه الريسبونس؟ انها تنبسط تريلاكس. فبدل ما هي بتشيل 50 مليلتر تشيل لتر لتر ونص. طب اسم ريفلكس ايه؟ زهقنا منه بقى. قلنا ما عدا الصلايفة كله فاجو فيجل. ايه القنبلة المدوية هنا في النقطة الخامسة؟ ان ازاي الفيجاس طول عمره ما يستر الجهاز الهضمي. طول عمره بيشغل الجهاز الهضمي. الحتة الوحيدة سؤال مسكي مهم جدا اللي الفيجاس بيعمل لها انهيبيشن مش كونتراكشن هو البروكسيمال موتور يونت اوف ذا ستومك. ازاي انه ما بيطلعش اسيتايل كولين؟ الفايبر مهاش كولينرجيك انما بيورينرجيك انهيبيتوري بتطلع ادرينالين ترايفوسفيت. باقي بقى نفس الخمس جمل الناحيه الثانيه في الديستال موتور يونت. عد معايا خمسه. حب او نظام تشمل مين بقى؟ الانترم اللي هو مدخل بايلوراس والبايلوراس والبايلوريك سفينكتر. يبقى هناك كم فاندس وبادي هنا انترم وبايلوراس وبايلوريك سفينكتر. طب دي شغال على طول تبقى ثيك وول. هناك كان ثين وول. هنا وظيفتها ايه؟ ميكسز اند امتيز يعني تلط وتفضي. بصي لي ميكسز اند امتيز ميكسز اند امتيز ميكسز اند امتينج. خلاص يبقى سهلة مفهومة يا ولاد. وعشان كده بتشتغل على طول في العضلة ثيك وبتشمل انترم والبايلوراس والبايلوريك سفينكتر. طب تعال نشوف ازاي بقى هتعمل العمله دي. اللي انت شفته ده عباره عن بريستالسيس. يبقى الاستورج احتاج هناك ان احنا نريلاكس ريسبتيف ريلاكسيشن. انما هنا احتاج حركه اللي هي الحركه الدوديه اللي هي اسمها بريستالسيس. والكونتراكشن يحتاج لكهرباء. وقلنا في اول محاضره راجع اول محاضره ان كهربه الجهاز الهضمي اسمها بيزك الكتريكال ريدم. ليه ريدم؟ لأنها بتحصل في المعدة هنا بمعدل 3-5 بير مينت. طب ليه إلكتريكال؟ لأنها بتتكون من سلو ديبولاريزيشن وسلو ريبولاريزيشن إلكتريكال. عشان كده حتى بيسموها جاستيك سلو ويفز. ليه بيزك؟ لأنه قلت لكم العدد ده مش ممكن نلعب فيه. أقصى حاجة 5 مرات في الدقيقة. وقلنا في أول محاضرة راجعها إن مش كل البيزك إلكتريكال ريزم بتوصل للفارينج ليفل. اللي يوصل الفارينج ليفل يدي اكشن بوتنشال يدي سبايك يدي بريستالسيس. يعني مش اي بيزك الكتريكاليزم هتدي حركه. فقط اللي هتوصل الفارينج ليفل فقط اللي هتدي سبايك بوتنشال. ديورينج ريست بيبقى اللي بيوصل الفارينج ليفل 3 بس. لكن لما تاكل محتاج تتحرك اكتر. فالنيرفس الهرمونال النيرفس الفيجاس
والهرمون مفيش غير هرمون واحد طالع من المعده اللي هو الجاسترين، يبقى ديورنج ستيميليشن ممكن الخمسه كلهم يدوا سبايك ويدوا كونتراكشن. بس خد بالك لو عملت مور فيجال ستيميليشن او مور جاسترين ما يطلعش اكتر من خمسه. عشان كده سموها بيزك الكتريكاليزم، يعني مش بيزك، حاجه اساسيه ما تقدرش تلعب فيها. البريستالس يا ولاد بيبقى كالاتي، بيبتدي بص الايد تفهمها، ده البادوريك سفينكتر، بيبتدي سلو اند ويك عند الانترم، وكل ما يروح ناحيه السفينكتر يبقى سترونجر اند رابيد، يبقى بيبتدي سلو اند ويك وكل ما يروح هنا يبقى سترونجر اند رابيد. حاجه رائعه انه ال 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 الانترم هنا يا اولاد بتبقى فيها شويه كونتراكشن. ليه؟ عشان ما فيش حاجه سيمي سوليد تدخل على الديودرم على طول. انت عارف المعده بتفضي في قد ايه الاكل فيها؟ 3-4 ساعات، بسبب ان الانترم ده بيبقى بارشلي كونتراكتد، فما فيش اي حاجه تفوت منه، والكونتراكشن بتبتدي تبقى سلو ويك، لما توصل ناحيه البالورس تبقى سترونج ورابيد، وستيل البالورك سفينكتر قافله. انا عاوزك تتخيل المنظر، فبالعافيه اخر ضغطه دي مش هتقولها بس تفهمها، فاخر ضغطه تنزل حته صغيره جدا على الديدرم، ومعظم الاكل يرجع تاني عشان يحصل له ميكسينج اند امتينج. ادي الميكانيزم اوف ميكسينج اند امتينج، انه الكونتراكشن سلو اند ويك في الاول، ولما نتجه ناحيه البالورك سفينكتر بيبقى strong and rapid، بس البالوريك سفينكتر قافله بحيث بالعافيه مفوت حته. يعني لو انت جبت كرسي وقعدت في الديدرم هتبص لك كانه واحد بيبصق في وجهك، كل شويه يروحوا رامين حته في وشك. عشان كده وجبه بتاكل لها 3-4 ساعات عشان تبقى ايفاكويتد. ايه اللي منعها من الاول؟ ان من الاول الانترم فيه بارشال كونتراكشن بيمنع ان اي حاجه سوليد تعدي. طيب نمره 2 بقى، والبالوريك سفينكتر دي الكونتراكشن بتاعها بيفيد في حاجتين، يخلي الامتنج بطيء ويمنع ان لما الديودرم ينقبض ان يحصل ريجرشتيشن للمعده. يبقى البالوريك سفينكتر الكونتراكشن كونتراكتد اولموست موست اوف تايم، فده يخلي الامتنج بطيء وفي نفس الوقت لما الديودرم ينقبض ما يحصلش ريجرشتيشن. عارف ليه؟ لان بيقولوا الانترم والبايلورس والديودرم بيشتغلوا كوان يونت، انترم بايلورس اند ديودرم، انترم بايلورس اند ديودرم، بس بنبتدي ببطء وبعدين ننتهي بقوه في الاخر. تعال بقى نقراها مع بعض قصه البريستالسيس. يبقى البريستالسيس بتبتدي سترونجر اند فاستر ان بايلورس، اسف بتبتدي الاول بتبتدي ويك اند سلو، لما توصل بايلورس تبقى سترونجر اند فاستر. الكونتراكشن اوف انترم زي ما قلنا ذن بايلورس ذن الديودرم از وان يونت، يبقى اول حته بتكونتراكت الانترم ثم البايلورس ثم الديودرم. خد بالك بقى البارشال كونتراكشن اوف انترم هنا ده بيمنع السوليد فود انها تعدي، ان في بارشال كونتراكشن في الانترم. طب والبايلورس كونتراكشن هنا بيبقى لونجر ذان ذا ديودرم، يعني بيقعد فتره اطول من الديودرم، بيمنع الريفلكس ارتجاع اي حاجه من الديودرم. طب هنا في حركه يا اولاد، يبقى الفيجاس عادي خالص، يبقى الفيجاس هنا يرجع لاصله، يرجع فيجال كولينرجيك فايبرز تطلع اسيتايل كولين. لو عاوز تاخد الفول مارك، احنا قلنا ان الجاسترونسان تراك فيه بيس ميكرز. اه طبعا. تفتكر البيس ميكر بتاع الاستومك فين؟ طالب زكي قال لي بدايه الحركه بتبقى في الديستال موتور يونت. هيد اخي في الديستال موتور يونت، اشاور عليهم. ده بدايه الحركه، يبقى 100% البيس ميكر يبقى لازم يبقى هنا. ميد بوينت، ده سؤال في الام اس كيو على greater curvature of the stomach. Mid point على greater curvature of the stomach. يبقى قارنا الproximal motor unit بالdistal motor unit في خمس نقاط اقولها في عجاله. هنا الفندس والبادي، هنا انترم وبيلوريك وبيلوريك سفينكتر. هنا thin wall، هنا thick wall. هنا تعمل storage لما 3 of food، هنا mixes and emptying. هنا عشان تعمل ستورج بماذا تتميز بقى؟ ده باللون الاحمر، الانبساط التوافقي ريسبتيف ريلاكسيشن.
انما عشان تميكس وتمت لازم تتحرك يبقى تتميز بالبريستالسيس وتشرح. طب هنا في ريلاكسيشن ازاي الفيجاس؟ الفيجاس عمل ريلاكسيشن، ده الفيجاس ده مايسترو جهاز عظمي غير الترانسميتر ما بيطلعش اسيتايل كولين، بيطلع صدق ولا تصدق ادينوزين تراي فوسفات مش كمصدر للطاقه ككيميكال ترانسميتر، فبقت الفايبر اسمها بيور انرجيك عشان اي تي بي بي بيور انرجيك انهبيتوري، بينما هنا في حركه عادي خالص تبقى فيجا العادي كولينرجيك فايبر بيطلع استالكولين. انت راجع تاني، انا عاوز امشي، عاوز اخد كميه كبيره. ننتقل يا اولاد الى الصفحه ما قبل الاخيره، اللوحه ما قبل الاخيره. Regulation of gastric emptying. ده محاضرة طويلة شوية بس جميلة، وما عدناش كتير عشان نمشي بسرعة نسبية بالنسبة للكم اللي بناخده. ده سؤال أهم من اللي قبليه، يعني سؤال gastric motility يا أولاد ما بيجيش كتير. أشهر سؤال هنا ممكن يبقى regulation of gastric evacuation، يعني إيه الحاجات اللي بتتحكم في gastric evacuation. Factors regulating gastric evacuation or gastric emptying. أربعة يا أولاد. أول اثنين عليهم 90% من النمرة، اللي هو الجاستريك والإنتستينال فاكتورز. آخر اثنين اللي هم الconsistency of food or reflexes from outside دول عليهم 10%. يعني مش كل واحدة زي التانية. يعني أهم حاجة الجاستريك والإنتستينال. وعليه هأوليهم اهتمام أكثر. الجاستريك والانتستينال فاكتور. الاول تعال نفهم نعيش الموقف. انا بتصور يا اولاد، بتصور ان في ما بين الاستومك والديودينم في اشاره مرور هنا، اهي رسمها زي الترافيك ساين. فانا عاوزك تفكر بمنطق عسكري المرور اللي بعضهم يعني دراسته لم تتخطى الإعدادية، فعيب قوي إن حضرتك من أوائل الثانوية العامة وطالب طب يعني تتكلم غلط. تفتكر لو رجل مرور لقى قبل الإشارة الدنيا ازدحمت يبقى يعمل إيه؟ لازم يفتح الإشارة عشان يفوت الزحمة دي. لكن لو بص بعد الإشارة لقى الانتستين دينا مسحوم، يعني بص كده بعد الإشارة دينا مسحومة، يبقى يعمل إيه؟ يقفل الإشارة فترة أطول، لأنه لو مرر حاجة هتزدحم أكتر. هذه الفكرة ببساطة شديدة. يبقى لو حصل gastric distension يعني بملت المعدة، يبقى مفروض نزود البيوريك بامب عشان نخلص من الأكل ده. لكن بالعكس لو حصل final distension يبقى مفروض ننقص البيلوريك بامب. يبقى فهمت في شرح بنعتمد ان احنا الاول نفهم الفكرة الاساسية ثم نستغرق بعد ذلك في التفاصيل. فجاستريك ديستنشن اتفقنا ان قبل الاشارة الدنيا زحمة، المعدة مليانة، يبقى لازم نزود البيلوريك بامب. خلاص؟ طيب ازاي الميكانيزم؟ انا علمتكم اسهل حاجة الجاسون سنتريكت، يا نيرفس يا هرمونال. طب نيجي الهرمونال، بقولها طول المحاضره دي، ما فيش في الهرمون بيطلع من المعده غير هرمون واحد، كل الهرمونات بتطلع من الابر بارت اوف سمول انتست، ما عدا هرمون واحد بس بيطلع برضه من الابر بارت اوف سمول انتست، لكن ازويل بيطلع بالاضافه من كده من المعده من الانترام والبيلوريس اللي هو اسمه جاسترين. يبقى ما يقول لي الميكانيزم لطالب بيالف الفسيولوجي بعضه من تخيلنا ان لم نجده لاخترعناه، وقال له ازاي الديستنشن بيزود البيلوريك بامب؟ يالفها يا نيرفس هرمون. في الهرمونات ما عندكش اختيارات، ما فيش في المعده غير هرمون واحد الجاسترين. طب والنيرفس عندك يا شورت ريفلكسز يا لونج ريفلكسز؟ تأليف حلو قوي. قول لي اللونج ريفلكسز مين النيرف المايسترو جهاز الهضمي اللي واخد كل الجهاز الهضمي ما عدا النهايتين، النهايه العليا اللي هي الغدد اللعابيه والنهايه السفلى اللي هي
الديستال هاف اوف ذا كولون والريكتم فالفيجاس. يبقى اللونج ريفلكسز اسمه للمره العشرين فاجو فيجال. هنطلع بفيجال فايبر كافرد ونرجع بإيفرين فيجال فايبرز. يبقى الافرين تبع الفيجاس والإيفرين تبع الفيجاس والنيوكلس هي الفيجا نيوكلس فيسموا ريفلكس فاجو فيجال. طب شورت ريفلكس انا ما عنديش غير تو بلكسسز. لو حضرتك بتتكلم على السكريشن يبقى لازم البلكسس اللي تحت الميكوزا لان السكريشن بيحصل من الميكوزا يبقى لازم تبقى صب ميكوزا. لكن لو حضرتك بتتكلم على الموتيليتي ايفاكيويشن زي دلوقتي يبقى مش عاوزين عبط. يبقى لازم تبقى البلكسس اللي موجوده ما بين العضلات سيركل لونجيتود يعني اسمها ماينتريك بلكسس. يبقى مش اي حفظ. الفسيولوجي بعض من تخيل ده ان لم نجده لاخترعناه. يبقى الجاستريك فيس الديستنشن 100% عسكري مور لو اتملت دي يفتح الاشاره يزود البالوريك بامب. هرمونال بجاسترين ونيرفس يا لونج ريفلكسز فاجو فيجال يا شورت ريفلكسز موتيليتي يبقى ماينتري. تقل اصعب قليلا وهي الانستاينال فيس. النيرفس قال لك ست حاجات في الانتستين من شأنها انها تبطئ الايفاكيويشن انها تقلل البالوريك بامب. ست حاجات. طب تعال نشوفهم كل على حدة. يعني انا مش هاخدهم على بعض. انا عاوزك تفهم تعيش اللي بنقوله. لو في اسيديتي هنا في الانتست يعني الانتست ما خلصتش من الاتش ال اللي وصلها يبقى لازم المعده كده رويدا ما تديهاش مور اتس ال. احنا ما خلصناش من اتس ال اللي انتقل اول شيء جوه ما خلصناش منهم ما زالوا في اسيديتي هنا يبقى نقلل البالوريك بامب. اما نخلص من دول نبتدي ناخد جداد يبقى الاسيديتي تقلل البالوريك بامب انكريز اسيديتي. طب نمره 2 اريتيشن. واحد كل فيري سبايسي فود يعني هنا في اريتيشن ميوكوزا يبقى هيحط مور اريتانت. لا يبقى رويدا يبقى irritation. البروتين والفات هضمهم بياخد وقت طويل جدا مقارنه بالكربوهيدرات يبقى برضو رويدا لما تاكل بروتين وفات شويه اما نخلص من دول ندينا جديد بروتين وفات. الديستنشن لسه قلنا دي مليانه هتحط لي جديده قافين اكتر ما هي اوريدي ستاند الانتستين مفيش مكان اخد جديد يبقى الديستنشن يقلل بالوريك بامب. وبعدين هايبرتونيستي يعني المحلول اللي هو هايبرتونيك ودي لطيفه جدا. عارف لما نشرب كوبايه عصير يعني حاجه هايبرتونيك لو انتقلت كلها للديودينم تبقى كارثه. تخيل الديودينم فيه كميه كبيره من الهايبرتونيك سولوشن عارف هيعمل ايه؟ هيسحب الميه من الدم باي اسموزيس. ما هو هايبرتونيك يشد الميه من بلاب باي اسموزيس يبقى حجم الدم يتقلص يبقى كانك بالظبط نزفت. عشان كده الهايبرتونيك سوليوشن بيبطئ الاستومك موفمنتس. يبقى ست حاجات وجودها في الانتستين يبطئ المعده كل على حده. لو في اسيدز رويدا استنى ما نخلص من الاسيد اللي موجوده. اريتيشن مش هتديني مور اريتم من المعده ده الاكل سبايسي. ثلاثه بروتين واربعه فات ادي وصلنا كام اربعه. الديستنشن مليانه مش هملاها زياده. وفي هايبرتونيستي اخطر حاجه انك انت تاكل حاجه هايبرتونيك. لو المعده رمتها كلها في الانتستين هايبرتونيك هتشفط ميه من البلاد كانك نزفت البلاد فوليوم بيقل فلازم رويدا. طب نيرفس تبقى ازاي بقى؟ الف الفسيولوجي حاجه في الانتستين هتبطئ المعده يبقى نسمي ريفلكس ايه بقى يا اولاد؟ انتيرو في الانتستين بيبطئ المعده جاستريك ريفلكس ويبقى ميدييتد عن طريق الفيجاس. طب هنا الفيجاس بيبطئ بينهبت يبقى لا يمكن يبقى بالاستايل كولين يبقى الفيجاس هنا يشتغل بمين يا اولاد؟ ببيورينرجيك فايبرز اهو انهبيتوري فيجال بيورينرجيك فايبر. خلاص بقينا يعني محترفين بقى جي اي تي. يبقى حاجة في الانتستين من الستة بتبطئ المعدة يبقى نسميها انتيرو جاستريك ريفلكس ميديت بأني عصب بالفيجاس. أنهي فايبر فيجاس مفروض يكون تراك ده مايسترو جهاز الهضمي يبقى عشان الفيجاس ينهبت يبقى لازم يبقى بيورينيرجيك فايبر بتطلع استايل كولين.
طيب نيجي الهرمون، خلصنا النيرفس. قال لك الفات هنا حاجة واحدة بقى من الستة، حاجة واحدة، هنا كان في ستة. وجود الفات، الفات ده أكتر حاجة بتحتاج لوقت الهضم. فالفات بيطلع هرمون من الانتستين، قلناه من شوية، يبطئ المعدة. يبقى يسموه إيه بقى؟ انتيرو، عشان طالع من الانتستين بيبطئ المعدة، جاسترون هرمون. على وزن انتيرو جاستريك ريفلكس، انتيرو جاسترون هرمون. اللي قلنا ما هوش هرمون واحد، انما ده ثلاث هرمونات مجتمعه، اللي هما ثلاثه من الخمسه الكبار، جاستريك انهبيتوري بيبتايد وسكريتين وكوليسيستوكاينين. وهنا بحب اقول لكم حاجه عشان ما تنسوهاش، يبقى خد بالك يا اولاد ان الفات ده اشتغل لوحده هرمونال، وكان ضمن الست حاجات اللي بتشتغل نيرفس، لدرجه في سؤال في الشفوي جميل جدا وفي الام اس كيو يقول لك what is the effect of، اسمع سؤال، افتح عدنك، فاتي ميل، فاتي ميل on gastric evacuation، ايه تأثير فاتي ميل على gastric evacuation؟ بتبطئها لانها بتقلل pyloric pump. ازاي؟ الفات بقى ده الوحيد اللي هيشتغل نيرفس، اهو ضمن الست حاجات النيرفس، بالانتيرو gastric reflex mediated بالفيجاس فاجو فيجال purinergic fibers، وبيشتغل هرمونا بالانتيروجاسترون، انتيروجاسترون هرمون اللي هو حقيقه الامر ثلاثه هرمونز، الجي اي بي والسيكريتين والسي سي كي. وعشان ما تنساش تاثير الفات بحب اقولها كده بالبلدي بطريقه لطيفه نسمعها مع بعض. انا بس بحاول اجيبها بطريقه ثانيه يا اولاد، او تورش ثاني، حاجات اللي بتتباع هنا عندنا يعني مش عارف نصها بايظ اهي، اشتغلت دي. يلا حاجات كده. عارف الناس العامة بتاعتنا عارفين الحقيقة دي، ان اكتر حاجة ببطئ المعدة هي الفات. هقول لك تعبير هتعرف كويس قوي، الواحد يقول لك انا حاسس الاكل كابس على نفسي، يعني المعدة مش راضية تفضى، فالدفرام مش لاقي حتة ينزل فيها، المعدة متفضاش. فالناس البسطاء يقول لك الظاهر الاكل كان فيه دهن كتير، او الاكله دي كانت سمينه، حتى بالتعبير البلدي سمينه، يعني ايه؟ يعني اللحمه دي فيها دهن كتير عشان كده كبسه على نفسي. الدهن ما بيسيبش المعده، الفات اكتر حاجه ببطئ المعده، بدليل اهي دي الوحيده اللي لوحدها هرمونال بثلاث هرمونات ببطئ، وداخله ضمن الانتيرو جاستريك ريفلكس. اظن ما تجيش اسهل من كده. يبقى اهم عاملين يا اولاد قلناهم بلغه الاشاره المرور، ان قبل الاشاره جاستريك ديستنشن، اهو جاستريك ديستنشن يسرع، وانستاينال خدناهم بقى سته نيرفس وواحده هرمونال. وبرده خد بالك الجاستريك قسمناها نيرفس هرمونال، فهمت ازاي؟ والانستاينال نيرفس هرمونال، بس اصعب النيرفس اللي هم سته حاجات، بالانتيرو جاستريك ريفلكس ميديتد بالفيجاس بيرينرجيك فايبرز، وهرمون الفات لوحده هرمون يطلع ثلاث هرمونات مع بعض يسموه انتيرو، طالعين من الانتستين، يبطئ معنا جاسترون هرمون اللي هو الجي اي بي والسكريتين والسي سي كي. نيجي ناخد الاثنين بقى الفاضلين اللي هم عليهم 10% من نبره، كلام عبيط، كونسيستنسي اوف فود اللي هي يعني قوام الاكل. تفتكر لو جبت طفل واحد كال فلويد وواحد تاني كال سوليدز، مين اللي يسيب المعدة الاول؟ الفلويدز اسرع من السوليدز، يعني مش عاوزه يعني فيه. طب نيجي بقى ريفلكسز فروم اوتسايد ذا جات، من بره الجات، البين يقلل الجاستريك امتي، الواحد لما يبقى متالم الاكل يكبس على نفسه مش عارف يسيب. انما الايموشنز فيها الاحتمالين، يتقلل يتزود. لو واحد دخل الامتحان وشاف سؤال مش اول او ورقه اسئله ما عندوش فكره عن حاجه فيها، تبص لنفسه هار على روحه، يقول للمراقب من فضلك عاوز اروح التواليت على طول، ههر المعده فضل النو تايم. يبقى ممكن الايموشن تزود في الفير او في الواحد تتلخبط، لكن ممكن لو واحد ديبرست الايموشنز تقلل. يبقى الايموشنز ممكن تقلل وممكن تزود، انما البين بيقلل. يبقى شوف معظم الكلام في regulation of gastric emptying
معظم النمرة على الانتستاينر والجاستريك 90% من النمرة اللي هتقسمها كل واحدة الى نيرفس هرمونال، وقلنا بمنطق عسكري مرور الجاستريك يزود والانتستاينر تنقص، وكل واحدة نيرفس هرمونال. وبعدين عشان تاخد فول مارك كونسيستنسي اوف فود الفلويد اكتر من السوليدز والريفلكسز فروم اوتسايد ذا جات، البين يقلل والايموشن تقلل او تزود حسب نوعها. نيجي بقى للوحه الاخيره يا اولاد في المحاضره الطويله دي، بس زي ما بقول انا بديكوا اكتر شويه عشان انا وقتي محدود. انت بقى بقسم المحاضره حضرتك كده، بعد ما تسمع ساعه مثلا تسمع السكريشن وقف الفيديو وروح كده خد شاي كل ساندويتش، او اجلها لتاني يوم واسمع النص التاني. بس انا قلتها لكم كده، المحاضره تساوي 2 على طول، حتى ما برضاش اقطعها في النص عشان وانت الناس اللي سخنه معايا تقعد سخنه الاخر. نيجي بقى اخر موضوع في الاستومك اسمه الفوميتنج، على راي عبد الحليم حافظ، واللي مشيته رجعته تاني، رجعت امشيه. يبقى بعد ما وصلنا نص الجهاز الهضمي هنرجع تاني نرمي الفود، فوميتنج ده موضوع مهم جدا. بقول لأنه كما أنه من الحب ما قتل، من الفوميتنج ما قتل، فده من الأسئلة المهمة. يعني خد بالك الجاستريك، الجاستريك موتيليتي اللي هو البروكسيمال والديستال موتور يونتس ده ام اس كيو بس. السؤالين اللي بيجوا في الموتيليتي يا إما الإيفاكيويشن والستومك الأمتنج فاكتورز أفكتنج إيفاكيويشن والستومك اللي خدناها، أو ريجوليشن gastric evacuation emptying او الفوميتنج، والفوميتنج اهم. اتكلم عليه في 5 نقاط، يلا عد معايا ديفينيشن. ايه تعريف الفوميتنج؟ طالب قال لي الفوميتنج القيء مش محتاج تعريف. طب its outwards expulsion، يعني قفز للخارج، of gastric and or intestinal contents through the mouth. يبقى بتقذف مكونات المعده مع او الانتستين للخارج عن طريق الماوث. ده الديفينيشن، كلام فارغ. وعشان كده عمره ما هيجي في النظر، ما يجيبلكش الديفينيشن، يختار لك نقاط معانا في البومي. السنتر موجود كما السوالوينج في المدلة يا اولاد، السنتر في المدلة وبنجاتا. يبقى افتكر البلع وعكسه القيء، البلع وعكسه القيء، السنتر في المدلة وبنجاتا اهي. بس هنا جنبيه حاجه مهمه جدا اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. زون يعني منطقة تأثر المواد الكيميائية تستقبلها كيمو ريسبتور، أول ما تتأثر فيها الواحد يتقايق، عشان كده سموها تريجر. تريجر يعني زي الزناد، يعني عارف لما تعمل لها استيميليشن، ما في المضلة كده تعمل لها استيميليشن تروح على طول تتقايق، عشان كده سموها كيمو ريسبتور تريجر زون. تريجر الزناد بتاع المسدس، كيمو ريسبتور تريجر زون. النقطة الثانية، عد معايا احنا 5 نقط. النقطة الثالثة causes of vomiting، هنقسمها في central causes بيأثروا على الكيمو ريسبتور تريجر زون، وفي reflex causes. نيجي central causes drugs، في أدوية كتيرة معروف ان السايد effects بتاعتها الأعراض الجانبية للدواء انه يخليك عاوز تتقال. انما في دواء متميز جدا يا اولاد ان هو بنستخدمه عشان العين يتقايا، يعني مش كعرض جانبي، هو استخدامه الاساسي نخلي العين يتقايا. واحد يقول لي امتى ده؟ عيان خد حاجه خطا بايزن سم، وبعدين يا خبر ابيض خايف تمتص عاوز يتقاها. الدواء اسمه ابومورفين، مش المورفين يا اولاد، بقولها بطريقه كده فيها مزاح، ابو المورفين. هو طعم مش ابو بالبي، ابو المورفين. اهم عقار يخليك تتقايا، شغلته الوحيدة ان يدهولك لما نحب انك تتقيأ، خدت حاجة غلط وعايزينك تتقيأها نديك ابومورفين. في دواء تاني العرض الجانبي بتاعه قيء لازم، اللي هو دواء بتاع الاميبا، حتى اسمه ايميتين. عارف يعني ايميتين؟